الاسنان جميله الحقيقه، حوار الاسنان دايما جميل جدا. بصوا بقى يعني في دراسات جميله قوي متعلقه بالاسنان. النهارده حوارنا ساحن وانه مهم جدا، تاي دايموند واحده من الحاجات اللي بننفرد بالحوار فيها والنيفي دنت، لكن هنتكلم على انه في علاقه وثيقه بين القلب السليم والاسنان النظيفه. شوف كان زمان يقول لك ايه، الجسم السليم في العقل السليم، ولا العقل السليم في الجسم السليم، هذا صح. لكن ده كمان دلوقتي القلب السليم في الانسان اللي اسنانه سليم، اسنانه نظيفه. طبعا ده مفهوم جدا، لانه الانفكشن و الاورجانيزم او الجراثيم الموجوده في الاسنان ممكن تسيء لعضله القلب وصمامات القلب، بل وتسيء ل الشريان التاجي نفسه، تؤثر على الشريان التاجي نفسه، ده في منتهى الخطوره. برضو السجاير الالكترونيه بتؤثر على صحه الاسنان. خلي بالكم من السجاير الالكترونيه، طلعت موضه كتير جدا من الدراسات اللي اتعملت، ده اتعمل في امريكا، الدراسه دي اتعملت في امريكا، اتعملت في الفدراليه الامريكيه على 400 حاله لامراض بالرئه نتيجه عن السجاير الالكترونيه، لقوا انه الاسنان بتاعتهم كلها في مشاكل كبيره. طب يدي الاسنان بالوصفات اللي عبر الانترنت ده ممكن يسبب في حروق في الوش، مش في حروق بس في اللثه، ده حروق في الوش، تلاقي الشفايف وداخل الشفايف بتتحرق، ده حرق. فما تبيضش اسنانك الا في منطقه في عند دكتور سنان، لكن من خلال وصفات ما اضمنلكش. حوار النهارده مثير وممتع جدا في منطقه تكنولوجيه، في منطقه اب تو ديت، القرن الواحد وعشرين، الاثنين وعشرين، السبعه وعشرين. النهارده في حواري مع ضيفي العزيز الاستاذ دكتور شادي علي حسين. كل الطب مبني على الدياجنوز، تشخيص. اهمال الاسنان كارثه يا دكتور ايمن، وتشخيص الاسنان حاجه في غايه الاهميه. ربنا خلق لي مقاييس قياسيه لاسنان. حشوه تجميليه يعني ايه؟ يعني ايه كلمه حشوه تجميليه؟ طالما لسه ما وصلش للعصب يبقى نسميه العلاج التحفظي. دايما الناس بتهمل الاسنان في المرحله دي. عالم طب اسنان الاطفال بقى عالم مهم جدا. شهره القشره التجميليه في الغرب اكتر كتير جدا من الموجوده في مصر. تحضير القشره التجميليه هو اصعب تحضير في تركيبات الاسنان. مفيش حاجه اسمها قشره من غير تحضير. في ربع ساعة بتخلص الزرع. أنا يا دكتور هخش لك العيادة، هطلع من عندك فاضي ولا بسنان؟ هتطلع بسنان. بس في الأول وفي الآخر أنت ماشي بسنان أحسن من اللي أنت دخلت. الأستاذ الدكتور شادي علي حسين، أستاذ مساعد بكلية طب الأسنان جامعة عين شمس، دكتوراه علاج الجذور بجامعة عين شمس، ماجستير علاج الجذور بجامعة عين شمس، زميل الكونجرس العالمي لزراعة الأسنان، عضو الجمعية الأمريكية لعلاج الجذور، المدرب المعتمد من الجمعية العالمية لطب الأسنان الرقمية. تاي دايموند تاي فليكس، بدأت الناس تحفظ، أنا بدأت أحفظ بصراحة. تاي دايموند، اسمحوا لي ان ارحب بضيفي العزيز الاستاذ دكتور شادي علي حسين. اهلا بيك يا دكتور ايمن، اهلا بيك. تاي دايموند فرضت نفسها مبهره، هبلت الناس. لا. انا بصراحه مبسوط منها جدا. انا فرحان، يعني عارف اللي هو ايه، تحس ان انت بتعمل حاجه في القرن فعلا ال 27، يعني فيوتشر. فيوتشر. هي الجميل في ايه يا دكتور ايمن؟ خلينا نرجع لورا كده ونفتكر مع بعض من ساعه ما ابتدينا في 13، كان في 13 تقريبا 2013 كان اول ما اتكلمنا اول حاجه دخلناها كانت الاي ماكس. يس. كويس، واللي هو الليثيوم داي سيليكيت اللي هو البورسلان الزجاجي. كويس، وكنا كان انوفيشن رهيبه جدا، وكنا طالعين بيه السما، كنا مبسوطين جدا، والتكنولوجي وان البلوكات بتيجي من المانيا، وان هي بتيجي البورسلين هاي كواليتي، وبيجي البلوكات بنخرطها بدل ما كنا بنبني بورسلين هنا، والكلام ده كله كنا مبسوطين بيه جدا. وبعدين ابتدت تقابلنا مشاكل القوه. كويس، القوه ان انا النهارده عملت بيه تركيبات حلوه وابتسامات جميله لناس عندها اسنان، السنان فيها مشاكل، ولكن في سبورت، في سنه انا اقدر احمل عليه. وبعدين ابتدت الناس الاكسبكتيشنز او الديماند والرغبات في التكنولوجيا، وتوقعهم مننا. وكنا بنقعد نهزر ونقول الناس فاكره ان احنا بنطلع ارانب من تحت الطاقيه. صحرا ده تايد ديماند، دي صحرا سحر. وهذا هقول لحضرتك ليه. فخليني
فلما نمشي على نفس التراك تايم لاين، انا بحب دايما اخد تايم لاين عشان اعرف انا كنت فين وبقيت فين وعايز ابقى فين. فجيل الناس كانت مبسوطه قوي، فطلبت تطلب مننا ان احنا نعمل كباري بالاي ماكس. فوجئنا ان القوه بتاعته ما تسمحش ان احنا نعمل دي كوبري. فابتدينا ندور على بدايل، والعالم كله احنا ماشيين مع تكنولوجيا العالم، ابتدت تطلع الفول اناتوميكال زيركونيا او اليو تي ام ال. ابتدينا نتكلم الكلام ده كان في 2017 يمكن، ده زيركونيوم. 2016 2016 اواخر 2016 ابتدينا نتكلم على الالترا ترانسلوسنت زيركونيا او الالترا ترانسلوسنت مالتي لاير زيركونيا اللي هو اليو تي ام ال. وبرده كانت انوفيشن جميله جدا ان احنا نعمل زيركونيا كانت شكلا ما اضافتش زياده عن جمال الاي ماكس، بس حققت سبيكترم اعلى او مجال اعلى للناس اللي ما عندهمش اسنان خلفيه عشان هي صلابه عشان الطحن. بالظبط. فلما قعدت شرح، فاكر لغايه دلوقتي حلقاتك فيها لما قعدت تشرح للناس فكره الفيزياء والقوه الصلابه واللود الحمل والطحن والخلفي ازاي الطحن فيه محتاج اكتر. فاصبح انا الاول كان الناس ما عندهمش يعني، كان الاول التباشير والحاجات اللي كنا بنشوفها زمان دي، فابتدت الاي ماكس غير فكره التباشير من التباشير اللؤلؤ لو تفتكر كنت بقول لك السنان التباشير والسنان اللؤلؤيه. وبعدين بعد كده ابتدينا ان احنا نغطي كمان الناس اللي عندهم فقد جزئي للاسنان الخلفيه عن طريق الزركونيا الشفافه اللي بالكمبيوتر. فعالجنا تقريبا 80% من البوبوليشن او 80% من الناس الراغبين في علاج الاسنان. كان بيجي لنا بقى مرضى عندهم فقد مش اسنان بس، فقد اسنان وعظم. فكان الحل دايما ان احنا نعوض العظم المفقود علشان اقدر اعوض الحجم ده، عشان اقدر اسبورت الوش، عشان اقدر اسند الفم وارجع الشكل الوش للشكل الطبيعي بتاعه، فمحتاج اطلع لبره. فالزيركونيا قويه بس ما تقدرش تطلع بره محيط الفك علشان خاطر الفك نفسه تراجع مع فقد العظام. فابتدينا طب كنا بنعمل عمليات حوض وبناخد دايما، والنبي معلش الحته دي دايما بحس ان الناس مش هتفهم حته ان الزركونيا ما يقدرش يطلع بره محيط الفك. معلش ننزل للبسطاء عشان افهمهم يعني ايه محيط فك. بص حضرتك يعني انا لو بصيت كده مثلا على الكوبايه وانا عايز احط هنا لوح ازاز كويس، فطالما انا محمل على حافه الكوبايه كويس، اللوح الازاز ده السبورتد كويس جدا مش هيتكسر تمام، مسنود كويس جدا. لو طلعت بره الكوبايه بره لبراها وعلى الهواء وقمت ضاغط، لوح الازاز ده هيتكسر. فكل ما هو زجاجي ما ينفعش تطلع بيه من غير ما يكون مسنود. تمام. فده مشكله الزيركونيا والاي ماكس. انا ما اقدرش اعوض بيها فقد عظمي، تراجع العظم الخلفي، ان انا محتاج ارجع الوش لبره، محتاج احط السنان دي لبره، خصوصا مع كبار السن العظم هنا بيرجع لجوه. والله يا دكتور ايمن والصغيرين كويس. فالفكره في ايه؟ التيتانيوم بقى ادانا القدره ان انا ما احتاجش ان انا، كنا الاول بنعمل ايه، انا عندي الحته دي مفقوده فكنا نقيس القطر بتاع الحته دي قد ايه، وعايز حدود حصان كده، حاجه على شكل حدود الحصان احطها لبره عشان تطلع العظم لبره، عشان بعد كده ازرع واحط التركيبه لبره. تمام. فكنا بناخد شكل حدوة الحصان ده من عظمة الحوض، كنا بندخل المريض البنج كولي وناخد الحتة دي من عظمة الحوض ونركبها، وبعد 6 شهور تلحم مع عظم الفك، ابتدي ان انا ازرع وابتدي احط عليها الزركونيا. فابتدينا نفكر بشكل عكسي، هو احنا بنعمل ذراعة الفك ليه؟ لما علشان خاطر لما يكون مفيش عظم خالص، دي اول سبب، وعلشان خاطر لما يكون العظم متراجع لورا عشان ارجع الشكل الجمالي بتاع الوش. فكانت دي جراحه تجميليه بتاع جراحه وجه وفكين. كويس. فكانت كوستي، تكلف المريض فلوس كتيره جدا، كانت عمليه مؤلمه مش سهله يعني، المكان اللي خدت منه العظم ده بيوجع. يعني عملت عمليتين، عمليه فوق عمليه تحت، ودخلت عين بين كلي والكلام ده كله، فكانت بالنسبه للعين مش حاجه لطيفه. ف ابتدينا ان احنا نعمل، اول ما عملنا التيتانيوم، لا انا بقدر بقى العظم ورا زي ما هو اطلع بالعظم بالتركيبه البره وهي مسنوده على ايه، على الفريم ورك بتاع التيتانيوم، واحط الزيركونيوم بقى على التيتانيوم. فبدل ما انا كنت بحطها اطلع بالعظم، لا انا احطها على التيتانيوم بتاعي في المكان اللي يعجبني. فبالتالي انا اعدت تشكيل الوش بالكامل، كان
على فكره كان التيتانيوم ده كوبري معلق، كانه كابول بطلعه وبعلق عليه. بالظبط كده بالظبط كده. فبالتالي يمكن معانا من ضمن الحالات حاله فقد للفك اثنان الفك العلوي مع عظم الفك. راح راح مفيش عظم. عملنا ايه؟ عملنا للراجل ده فريم ورك زي ما حضرتك شايف كده، الفريم ورك تيتانيوم الاول تمام، صورنا عملنا الديزاين، عملنا الفريم ورك التيتانيوم بتاعتنا والمنظر زي ما حضرتك شايفه كده كويس. ده كان عنده الفك العلوي والفك السفلي الاثنين فيهم مشكله. المنظر الفيديوز يمكن من ضمن الحاجات انا بقيت بصر جدا جدا، شايف المنظر قبل والمنظر بعد، شايف التراجع بتاع الفك، شايف الارتخاء بتاع الشفه اللي موجود، بتاع الشفه العلويه بالذات اللي موجود في الفم. الديزاين مهم قوي، تصميم مهم قوي. الراجل ده حضرتك هتشوفه هتقول عليه في اواخر الثلاثينات في اول الاربعينات بعد، خصوصا هو بيتكلم وهو بيضحك. انما لو حضرتك ليه؟ علشان ارتخاء الشفه العلويه مع السن بيؤدي ان الفك السفلي هو اللي بيبان والفك العلوي ما بيبانش، فده بيحصل مع عنصر الجاذبيه. فاحنا بنقصد ان احنا نطلع بالاسنان لبره علشان خاطر اقدر اعمل تركيبه تخلي الاسنان دي تطلع من غير سبورت، تطلع من غير ما تتسند. فصغر الشخص ده 20 سنه. انا مش بس هعمل له ابتسامه، برفع وشه، انا هعمل له عمليه تجميل بالظبط، فيس ليفت. فيس ليفت صعب. فيس ليفت في الميدل فيس، انا هجمل الوجه عن طريق التركيبه من غير ما اضرب مشرط في الوش، من غير ما اخلي المريض ده يعمل اي عمليه تجميل، هيبان اصغر 20 سنه. احنا عاملين الكامبين بتاعتنا هتصغر 20 سنه. كويس، هتصغر 20 سنه ليه؟ لان ده واتس ريلي هابنز. كل سنه كل 10 سنين الشفه بتنزل 2 مللي. ال 2 مللي دول بيكشفوا الاسنان السفليه وبيغطوا الاسنان العلويه. فبالتالي اصبح المريض بيبقى مكشوف عنده 6 مللي وهو في سن ال 30. لما بيوصل اواخر الخمسينات ال 6 مللي دول بيختفوا بالكامل وبيظهروا 6 مللي تانيين في الفك السفلي. انا النهارده هقدر اعمل تركيبه اخلي المريض يبان عنده 6 مللي في الفك العلوي. فبالتالي هيصغر 20 سنه. هم 4 عشان بس نبقى صادقين. 4 مللي. 4 مللي. كويس؟ فدي ال 20 سنه. فالفكره في ايه؟ يمكن معايا حاله ثانيه فيري ريماركبل او ملفته جدا. ليه بقى؟ لان الحاله دي هو عنده اسنان سفليه وما عندوش اسنان علويه. الاسنان السفليه باينه وواضحه بشكل كبير، يمكن هتبان في الصوره، هو الاسنان السفليه موجوده والاسنان العلويه مش موجوده. انت منقي كمان حالتين صعبين، الوش نفسه وش مصري مصري، هو ده هو ده بلدنا، وش صعب تقيل هيفي فيس، نسميه هيفي فيس. هم الحقيقه الاثنين سعوديين. والله ماشي، ما العرب ما برضه وش عربي، وش عربي الوش عربي هيفي فيس بالظبط. فالمريض كان الفك السفلي موجود شايف، فك السفلي اسنان موجوده، فك العلوي الاسنان مش موجوده. فباينه قوي وريماركبل قوي الاسنان بتاعت الفك. وعايز اقول لك بقى في الصوره دي هو كان عامل تركيبه سيئه على بعض الاسنان القصيره، فهو بيضحك كده وعنده اسنان بس مش باين. انت فاهمني؟ ابتدينا نعمل ديزاين، عملنا زراعه بتاعتنا عادي جدا، ما عملناش زراعه عظم، ابتدينا نعمل ديزاين ان احنا هنطلع الفك العلوي لبره، هنطلع الفك العلوي لبره. بص حضرتك وهو بيضحك اصبح باين عنده 4 مللي. ما بداتش تشتغلوا الاول على العلوي، هو العلوي انا ما عملتوش غير العلوي، انا عملت العلوي بس. ليه ما يعمل السفلي كمان؟ لا، ما السفلي كان كويس. الاسنان الطبيعيه كانت موجوده كويس. شايف حضرتك الفرق؟ اولا تحت مش باين اي حاجه من الشف، فوق بان شف، تحت الجروفز او النتوءات اللي موجوده الصوره دي بعد التركيب مباشره، الراجل ده بعد شويه كمان هبص لاقي النتوءات دي اختفت. خلي بالكم ان الصوره اللي تحت سبعينات، الصوره اللي فوق 50، هو فعلا صغر بتاع 50 سنه، 20 سنه. كويس. لما بيتكلم سبعيناتي تحت فوق 50. ايوه، فلما بيتكلم شكله باين اصغر بكتير. ده
الفاليو بتاعة التيتانيوم. عندي برضو حاجة تانية مهمة جدا من الفاليوز المهمة جدا أو الموسل الكبيرة في التيتانيوم، إن أنا أقدر أضبط عضلة المريض. أحيانا كتير جدا مريض يروح يبقى عنده ارتفاع السنان قصير أو الطرابيش المعمولة قصيرة، فعايز أطول طول الطرابيش دي بحيث إن أنا أقفل العضة وخلي المريض يعرف يمضغ كويس. السنان اللي ورا ما بتقعدش على بعض لأي سبب من الأسباب، حاجة خلقية، حاجة تركيبة وحشة، اتخلعت السنان ولفت وبعدت عن بعضها، واتيفر الكوز إيه، أسباب متعددة، ما تقدرش تطلع بارتفاع أكتر من ارتفاع السنة الطبيعية اللي هو 8 ملي 10 ملي بكتير، تنزل 14 ملي، ده تبقى أنت يعني عملت اللي ما يعمل عشان تنزل بالسنة بطول السنة بعيد عن الايه، عن السبورت بتاعها اللي هو ذراع القوة. لما بنعمل تركيبات تيتانيوم بقدر اوصل بيها لحد، لان انا بعمل التيتانيوم الاول وبغطيه بعد كده بالزيركون، اقدر اوصل لحد 22 ملي فاقدر اقفل العضة في الفك الخلفي تماما. فاذا احنا قدرنا ان احنا نغطي الفول سبيكترم بثلاث حاجات يا دكتور ايمن، لما نيجي نقسم بقى انواع الحالات والانديكيشن او الحاله اللي محتاجاها العلاج بتاعها والفوائد اللي انا خدتها من كل ماده. عايز اعمل قشره تجميليه، واحد عنده سنان، سنان لونها وحش، شكلها وحش، فيها بقع سودة، فيها بقع بني، فيها خطوط صفرة، فيها خطوط بيضة، مش عاجبني شكلها، فراغات بتاع فراغات، هعمل له ايماكس. مريض تاني عنده فقد جزئي لبعض الاسنان وهعمل زرعة أو هعمل كوبري على قد سنتين ثلاثة، يبقى هعمل له ألترا ترانسلوسنت مالتي لير زيركوني. مريض ما عندوش سنان شتان في الفرق إن أنا أعمل فك كامل بزيركونيا أو طبعا إيماكس مستحيل ده يتكسر تاني يوم، زيركونيا أو تيتانيوم هنا وهنا. تيتانيوم اعلى كتير في الفوائد باي فار باي فار. التلاته موجودين بس كل واحده ليها مميزاتها. عايز تزرع فك كامل ما تفكرش انك تعمل زيركونيا دلوقتي. التيتانيوم كان زمان احنا كنا بنعمل زيركونيا بس ما كانش عندنا حل تاني. انما النهارده زراعه الفك الكامل احسن علاج ليها، مش هقول العلاج الوحيد عشان محدش يزعل مني، عشان الناس كانت زمان بتزعل مني لما اقول ما تستخدموش الزيركونيا في الفينيرز وما تستخدموش الكومبوزيت في الانتيريرز، وكانت الناس بتقعد تقول شادي بيقول ما تعملوش كذا. فبدل ما نقول مش هنتعمل، بس احسن علاج، احنا ما بنقولش احسن بس. تعويض للعلاج لتعويض الفك الكامل على زرعات هو التيتانيوم. فبالتالي احنا قدرنا نوصل جميع الفئات العمريه وجميع الأنواع العلاج للأوبتيمم. الصغير عايز يعمل قشرة أو الكبير، بس اللي عنده سنين لينا ما ناخدهاش بالسن، اللي عنده سنين وعايز يعمل عليها كفر والسنة تريمة وموجودة أو فيها بعض التسوس، يبقى الإي ماكس أحسن حل وحل سريع وبيخلص في جلسة أو جلستين. طيب عايز أروح بقى للنافيجيشن تمنتال او نافيدات خدم يعني مع التيتانيوم. التيتانيوم ده وسيله، طب هركب الوسيله دي، هي الاداه، هي المكنه، هي اللي بشتغل عليها. النافيدنت عشان ما نلخبطش الناس، ايه هو النافيدنت دي؟ اللي هي رحله او النص الثاني من الرحله بتاعه الزراعه، اللي هي ان انا اقدر ازرع الاسنان عن طريق الاشعه التفاعليه، او ان انا افضل ماشي على تراك ديورينج الجراحه. ولو حكينا سريعا، انا عارف طبعا الدنيا انا باخد وقت كتير من التعب لو مش هنا بتنطلق وبعدين بقى بالحماس بتبقى يعني كل مره بتبقى اكثر حماسا. والله يا دكتور ايمن، عارف اللي بيحمس الواحد اكتر ايه؟ النتائج الفعليه اللي بيشوفها. احنا النهارده دلوقتي لما احنا بادين تيتانيوم بقالنا اولموست 6 شهور، مش كتير. التيتانيوم فرق معانا قوي 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 في النتائج، سرعه نتائج. احنا كانت الناس
خاصه اعاده تكوين الفك الكامل كانت بتزعل قوي من ان انا اخد وقت كتير علشان اخلص شغلي. التايتانيوم فرق معانا قوي في الكلام ده، خلصنا بسرعه، خلصنا بدايه. النافيدنت ده برضه، النافيدنت بقى قصته ببساطه ان هو وفر علينا وقت وفلوس. انا النهارده كنا مبسوطين قوي بفكره ان انا اعمل اشعه مقطعيه واعمل تخطيط قبل الجراحه بدل ما افتح، وده كان بالنسبه لنا الالتيميت، كان او كان اعلى حاجه. بعض الحالات انا النهارده كنت بحتاج اعمل لها دليل جراحي. محتاج اعمل لها دليل جراحي ليه؟ علشان خاطر قريبه من العصب، ماشي ورا الجيب الانفي، عامل تركيبات، عامل احتاج العظم يا دوبك بالظبط. فكنا بنعمل لما بيبقى عندي الموضوع تايت جدا كده، فبالتالي بقوم عامل ايه؟ بضطر ان انا بعمل حاجه اسمها دليل جراحي، ان انا اعمل دليل حاجه زي حاجه بلاستيك كده مخرومه بشكل معين، ان انا امشي في اتجاه معين عشان انزل بالذرعه في المكان اللي انا خططته. انما هل انا بيبقى عندي رؤيه للعظم اثناء الجراحه؟ لا، انا بيبقى عندي تخيل لشكل العظم قبل الجراحه، انما ما عنديش رؤيه فعليه اثناء الجراحه. النافي دنت بقى حقق لنا ده، قدرنا ان احنا نجيب الاشعه المقطعيه ونعمل لها تناسق او تناغم مع الفك بتاع المريض، تطابق. والجهاز عن طريق ماركرز، الحاجات المثلثات السوداء والبيضة دي، بيقدر يعرف الاداة فين والراس فين والسنة فين بالظبط. الفكرة اسمها مجسات. حلو قوي الكلام ده. هي مجسات. مجسات. مجسات فعلا بتعرف اداتي اهي فين المكان اللي هدخل فيه اهو بالظبط. فالمجس مع مع الهدف مع بتاعه مع الجهاز نفسه في كاميرا موشن ديتكشن كاميرا، تقول لك امشي ادخل هنا، تشوف المجس ده، تيجي تقول لك انت بالنسبه للعظم ده انت في الحته دي. ضيف العزيز المبدع دايما الاستاذ دكتور شادي علي حسين، نورتني واسعدتني، خليك دايما مع الله. شوف حد في علاقه وثيقه كمان بين حب الشباب وبعض الاضطرابات النفسيه وبعض الاعراض الجسديه الاخرى. يعني في دراسات اتعملت في جامعه اسمها جامعه ليمريك ما بين ارتباط حب الشباب وبعض الاعراض الجسميه الاخرى زي ارتفاعات مستوى الاضطرابات النفسيه زي القولون العصبي. ده ربطوا حب الشباب بالامراض العضويه. في ناس، في نجوم كبار اصيبوا بحب الشباب يا جماعه. ما تفتكرش ان حب الشباب دوت يعني النجمات اللي انت بتشوفهم متالقات دول ما مشيوش على طريق حب الشباب، بس الفكره هناك ان في اهتمام بالبشره، بيروحوا مبكر، في طاعه عمياء لاوامر الدكتور، وفي ناس بتعمل كده هنا. يعني مثلا بريتني سبيرس من الناس اللي عانت من حب الشباب، مثلا ريهانا من الناس اللي عانت من حب الشباب. نجوم يعني لما تيجي تشوف مناظرهم دلوقتي او اشكالهم دلوقتي ما تتخيلش ان هذه البشره كانت تعاني. جيسيكا إليا كانت بتعاني من حب الشباب، مايلي سايرس كانت بتعاني من حب الشباب، كل دول مشوا في طريق حب الشباب. كاميرون دياز يعني، وحب الشباب عنيف دلوقتي ما شاء الله البشره. ليه؟ طاعه. ليه؟ اروح مبكرا. ليه؟ التزام باوامر الدكتور. ده يخلي حب الشباب يبقى بعيد عنه. ما عملتش ده بقى وقعدت العب في حب الشباب، رحت النهارده الدكتور اداني اوامر معينه، جلسات بعدد معين، رحت جلسه اتنين ورحت مكسل بعد كده او مكسله بعد كده، العواقب هتكون وخيمه. النهارده زي ما قلت لكم حلقه موسوعيه النهارده مع قيمه علميه كبيره واسم كبير في عالم الجلديه، واحد من ميجا ستارز هذا العالم وعالم الجلديه. وطبعا ببقى سعيد جدا جدا بقبول دعوتنا، لان ببقى عارف ان انا هستمتع بحوار علمي على ارقى مستوى. وحواره العلمي دايما بيشمل جانبين، العلم وانتقاد الجهل او انتقاد نص العلم اللي هو جهل، نص العلم اللي هو اداء بعض غير المتخصصين في بعض المجالات. فدايما بستفيد من وجوده في اني بارضي شغفي الاعلامي في كشف الحاجات اللي فيها مخالفات. النهارده اكيد الحوار المنتظر مع
الميجا ستارز لهذا المجال مجال الجلدية الأستاذ الدكتور محمد مونجي استشاري الأمراض الجلدية وزميل الجمعية الأمريكية للطب وجراحات الليزر والمؤسس لمراكز سكين أفينيو للعلاج بالليزر ورئيس قسم الأمراض الجلدية بجمعية المصرية للطب التجديدي الاسم الكبير. أهلا بك دكتور مونجي. أهلا يا دكتور أيمن. جدا جدا أنت كمان والله. يعني ولو إن إحنا أصدقاء على المستوى الشخصي أكيد يعني لكن يعني زياراتك الإعلامية دايما بننتظرها. الله يخليك دكتور أيمن. ثانك يو. يعني النهارده بقى عايز استفيد ان الحلقه دي تتحط بيزك لحب الشباب. هبدا الاول يعني ايه حب شباب؟ اسباب ظهور هذا المشكله الكبيره. طيب حب الشباب طول عمره احنا مصنفينه وطول عمرنا كنا بنتكلم عليه بطريقه وليه كلاسيفيكيشنز بتاعته، ودلوقتي الوضع اختلف تماما. مبدئيا حتى اسمه بقى مشكوك فيه ان هو دقيق. حب الشباب اصلا انت لو خدت بالك هو ما بقاش في سن الشباب، صح؟ يعني انت بص حواليك بقى كلهم سيدات ورجاله كمان، كلهم في منتصف العمر واكبر من كده، في الاربعينات كمان وبعد كده. فما بقاش الموضوع موضوع ليه علاقه بالسن، اللي هو علشان خاطر كانت المشكله الاول هرمونال، فبتبقى وقت البلوغ والكلام ده كله، فالهرمونات بتبقى متلخبطة أو بتتغير أو بيحصل فيها ارتفاعات مختلفة، فبالتالي كان بيظهر اضطرابات منها حب الشباب. دلوقتي بقى الاضطرابات الهرمونية دي واحدة من مثلا يمكن 10 مشاكل تانية في حياتنا دلوقتي موجودة احنا مش واخدين بالنا منها. مثلا التليفونات والسمارت فونز وقعدتها باستمرار، احنا مش كل ما بنعمل مكالمة ولا كل ما بنقفل التليفون بنغسله او بننظفه، احنا بتتكلم بتحطه في جيبك بتتكلم تاني هكذا. فادي التليفونات مثلا حاجة مش على بال حد. حاجة مثلا زي مصدر عدوى، الكمامات اللي احنا دلوقتي بنلبسها باستمرار. الحقيقة ثقافة الكمامات عندنا في مصر مش ديفلوبت لغاية الآخر، لسه برضو في ناس بتلبس الكمامة من أول اليوم لآخره هو هياها، ولسه في ناس بتبدل كمامات عشان بس أخش أعدي البوابة مش عارف فين أعمل إيه. يعني ما زالت الثقافة برضو مش واضحة ومظبوطة. فالأسباب اتغيرت، السن بتاع ظهور الحبوب اللي احنا متعودين على اسمها حب الشباب اتغيرت، وبس ده اللي حاصل دلوقتي في القصه بتاعت حب الشباب دي. ارتباط حب الشباب بالاكل ايه؟ بالتوتر، بالشوكولاته، بالفول السوداني، ده حقيقي؟ شوف هو حقيقي من ناحيه انه اقدر اوجد لك علاقه ما بين الاثنين، بس ما اقدرش اقول لك ان ده بيسبب ده. لازم برضو بيبقى فيه استعداد كوميدوجينيك في الشخص نفسه، يعني لازم نوع البشره نفسها فيها مشكله في المسامات بتاعتها، في مشكله في السبيشيس جلاندز، الغدد اللي هي اللي بتفرز السيبم او اللي بتفرز الاويلز الناتشرال بتاعت الجلد. مش شرط يبقى دايما كل الافرازات دي ان هارموني، لا ساعات بتبقى الافرازات دي مش مظبوطه انها بتطلع، يا اما بزياده شويه في بشرات دهنيه. في ناس بيخضعوا العلاجات او بيحطوا كريمات وحاجات من نفسهم مش تناسب بشرتهم فبتزيد الموضوع او المشكله هكذا. في ناس ما بتحبش بشرتها تبقى كانها بتلمع قوي او كده عشان دهنيه، فبتحاول انها تنشفها على قد ما تقدر، تعمل مشاكل من نوع اخر، يعني حاجات زي كده. فدي طبعا حاجه مش ناس كتيره منتبهه لها، وللاسف ما فيش سورس انك تعرف المعلومه صح الا من خلال لقاءات زي اللي احنا بنعملها دلوقتي. انواع حب الشباب ايه؟ انواع حب الشباب ايه؟ لو انا هقسمه كاعمار هقول لك ان في مثلا حاجه زي النيونيتال بتبدا في الرضع والاطفال، الاكني انفيرسا اللي هي اللي بتيجي في ثنايات الجسم وفي المناطق الحساسه، في الاكني فالجاريس بتاعت حب الشباب، في الاكني كوزماتيكا من مستحضرات التجميل، في اكني فورم ايربشنز يعني حاجات شبيهه بحب الشباب ولكن اسبابها امراض عضويه، وفي حاجات من الكونتاكت ومن الانفايرمنت زي ما قلت لك اللي هو الموبايلات، المخدات، الكمامات، اللي هي اي حاجه بتيجي ان تاتش معانا مع البشره وما بناخدش بالنا ان احنا كل شويه ننظفها كويس ازاي. ازاي نشخص ان ده اكني فعلا؟
بص الاكني لو علشان تشخصه هي تعتمد قد ايه هو سيريس او قد ايه الموضوع عامل مشكله للشخص اللي جاي لك قدامك. بمعنى انه مين دي طبعا بيبقى تشخيص كلينيكال، كلينيكال يعني التشخيص بيبقى من خلال الكشف بالعين والكشف اثناء زياره العياده او للطبيب. بعد كده المرحله اللي جايه بنبدا ناسس او نبدا نشوف هي واصله لمرحله ايه، يعني هل هي كام حبايه وخلاص ولا هي حبوب عامله سيستس ونوديولز وحجمها كبير وتحت الجلد وبتوجع، ولا هي كمان بقت حاجه مثلا زي الكونجلوباتا اللي هي الحبوب بيبداوا بعد كده يلحموا مع بعض ويمشوا في تراكتس تحت الجلد فتلاقي قنوات صديد كتيره ودي بعدها بتعمل سكارز وتشوهات في الوش كتيره. وفي حب شباب تاني اللي كل بقى الناس تقعد تحفر فيه وتعمل فيه وبتاع، فده بيسيب زي الايس بيك سكارز اللي هي كان البشره متحفره مكان مسامات داخله لجوه اكتر هكذا. فعلى حسب المشكله واصله معايا لغايه فين تشخيصها بيفرق في طرح العلاج بعد كده، لانه لازم في حاجات لازم الناس تفهم انها سيريس شويه وفي حاجات تانية لا، يعني هتمشي بحاجات موضعيه وبشويه خطوات احترازيه زي ما احنا متعودين وحاجات زي كده، وحاجات تانية محتاجه اجراءات تانية مثلا محتاجه علاجات زي ليزر بتاع مش عارف ايه. وفي دلوقتي كمان سبسيجنز وجراحات، يعني بضطر ساعات ان انا اعالج بجراحات الاثار بتاعت حب الشباب دي. فهي دي الفكره. انا ملاحظ انه من اول ما كورونا بدات في مصر في شهر 2 أو 3 من العام السابق انه البشره بتاعت المصريين ما بقتش كويسه، وانه في ناس عندها حب الشباب بدا يظهر او في سن متقدم. هل في علاقه بين الكورونا وحب الشباب؟ في علاقه ما بين ثقافتنا المغلوطه في التعامل مع الكورونا وحب الشباب. الكورونا بالمناسبه ليها سكين مانيفستيشنز، يعني ممكن يحصل ظواهر معينه على جلدك تقول ان ده من اسباب الكورونا، بس دي حاجه غير حب الشباب. الحب الشباب او اللي بيحدث ده من الخطوات الاحترازيه ومن اللايف ستايل ومن الثقافه اللي عندنا ما هياش موزونه قوي. بمعنى ايه؟ لو خدت بالك احنا في الفتره بتاعت الكورونا الواحد متخيل ان هو لو لبس الماسك اللي هو السيرجيكال اللي هو الماسكات الديسبوزابل زي الزرقاء والسوداء اللي احنا بنشوفها كتير على طول دي اللي هي السيرجيكال ماسكس، الماسكات دي والكمامات دي لو خدت بالك الناس بتلبسها وبتلبسها على مدار اليوم كله، يعني ممكن مثلا لو حد خايف او في مواصله مده طويله او في حد رايح حته زحمه او عنده مشوار في حته مصلحه حكوميه او بتاع هيفضل لابسها مثلا على الاقل 5-6 ساعات وخايف ان هو يقلعها، بل ممكن كمان يبقى حاطط منديل جواها او حاطط 2 فوق بعض حاجات زي كده. هي الحقيقه الكمامات تصميمها اولا احنا كمان بنلبسها غلط، يعني انت عارف هنا بنحطها ورا الودن على طول او ساعات حتى تلاقي بيحطوا الاكستنشن اللي يحط لك دي من دي، كل ده ما هياش طريقه صح للبسها. فمن ضمن الحاجات الغلط ان احنا بنسيبها فتره طويله قوي على وشنا، فبالتالي الزيوت والاتربه والحاجات دي اللي بتبقى مترسبه جوه الماسك بتفضل راكده وقاعده تترسب على سطح الجلد، بتخش في المسامات تزود المشكله، فبقى عندي كمان سورس جديد. حلها ايه؟ انه بمنتهى البساطه اول حاجه البس الكمامه على قد ما اقدر اغيرها كل 2 ساعة مثلا، يعني ما 2 إلى 3 ساعات تتغير الكمامه بواحده ثانيه جديده خالص. التظبيط البي اتش بتاع البشره عن طريق ان انا اعمل اجراءات مظبوطه لما اجي اغسل ايدي او حاجات زي كده واحط كريمات معينه سواء كريمات ترطيب للبشره الدهنيه او كريمات تنشيف او يعني في اجراءات كتيره بنعملها. الكحول اللي احنا بنحطه او الاستريلايزر او اي حاجه كمطهر 70% كحول الحقيقه قاسي جدا على البشره، يعني اذا كان ديك بتشوف في الايدين وعند الاظافر بيعمل التهابات شكلها عامل ازاي من كتر الاستعمال وبيعمل اكزيما وبيعمل حاجات كتير،
ما بالك البشرة الغلبانة. فالبشرة ما بتستحملش كمان كمية الكحوليات اللي الناس بتحطها رش، يعني يعني تلاقيهم على طول بيروح. فده كل ده أذية للبالانس بتاع السكين بارير والبشرة، فيخلي الترسبات تزيد وبالتالي الحبوب تزيد أكتر. في عندنا في الجلد حمايات اسمها سكين باريرز، واقي طبعا. لما قرب بقى من طرق العلاج، واحنا بنتكلم طرق العلاج كالعادة اللي أنا يعني متعود فيها دايما من حواري مع حضرتك، إنه احنا بنقول الصح وبنقول كمان ان في حاجات غلط بتتعمل. فاحنا النهارده في الحوار زي ما بقول كشف المستور في جنان التعامل مع حب الشباب، وخصوصا ان عالم الجلديه وبرانش الجلديه رغم اهميته العظمى اللي بنشوفها اكيد في لقاءاتنا مع الميجا ستارز بتوعهم اللي انت واحد منهم والناس الاقوياء في العالم ده، بيبين لنا الفرق المهول ما بين العلم وما بين الدخلاء. لان عالم الجلديه انت عارف بقى فيه كم دخلاء جبار. تمام. طب يعني للاسف هي 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 مصر عامه كلها دلوقتي فيها دخلاء، بقت يعني كلها يا اما مراكز تجميل يا اما مطاعم فراخ مقليه، يعني تحس ان مصر كلها فجاه بقت هي بس دي المشروعين الوحيدين اللي الناس بتقدم عليهم دعاياهم. الظاهر سهلة ولا ايه؟ والموضوع بسيط في نظرهم، فما تفهمش. بس اللي اقدر اقوله لك انه بيعمل لنا مشاكل كتيرة، من ناحية انه الناس بتبقى جاية قارية غلط او عاملة سائلة غلط، فبيبقى اوريدي انت مش بس بتعالج المشكلة، ده انت بتعالج كمان الثقافة. يعني هو كل حاجة موجودة على الانترنت، زي ما الناس كلمة الشهيرة اللي الناس تقولها، تقولك ما كل حاجة موجودة على النت، صح؟ بس انت الشخص اللي قريت ده على الانترنت انت ما عندكش قدرة التمييز، تعرف ده الكلام الصح ومن ده الكلام الغلط. يعني مين اللي خبر ومين اللي إشاعة؟ هو انت مثلا مش بتيجي دلوقتي بتشوف ساعات مثلا واحد تصحى الصبح تلاقي خبر في الفيسبوك ولا بتاع مش عارف ايه، الحق فلان وفلانة مش عارف اتجوزوا بتاع، على بعد الظهر تكتشف انه يا جماعه دي الصوره دي اصلا متاخده من بلد ايه، الاثنين ايه، شبه مين، يعني تطلع خبر تاني خالص. فنفس الفكره انه ما ينفعش ان انا حاجه سيريس بالمنظر ده او حاجه جديه ليها علاقه بسلامتي وامني ووشي وبشرتي وجلدي وكده اتعامل معاها زي ما بتعامل على مطعم جديد فتح ولا محل جديد فتح ولا حاجه موضه جديده نزلت ولا حاجه اشوفها على انستجرام ولا يوتيوب ولا مش عارف ايه. يعني لا ما ينفعش، مفيش تجربه في الوش خالص، ما ينفعش. وللاسف بقى بيقول لنا بعدها يعني الحقني يا دكتور. يعني دايما اللي مزعلنا احنا في الفتره دي مش فكره ان في حد زي ما حضرتك قلت دخيل او كده، ما هو يعني في النهايه برضو معروف ده ايه وده ايه، بس المشكله انه بقت بدل ما كانت بتجيلنا الناس كلها في مراحل في الاول اسهل في التعامل وبسيطه والعلاج مش هيكمل شهر شهرين، بقينا دلوقتي الحقني يا دكتور ده انا عملت وسويت، والعلاج بقى بيخش فيه من 6 شهور لسنه. هي دي الحاجه اللي مضايقانا. بس المنيو بتاع العلاجات بقى، لانه منيو احتمالات كتير. المنيو بقى انت عندك من اول يعني الكريمات الموضعيه والاهتمام بالروتين الحياه اليوميه في البيت، ما بين واقي من الشمس كويس يكون واقي من الشمس ضد يو في اي ويو في بي، يعني اشعه الفوق البنفسجيه اي وبي، يكون الرقم بتاعه الاس بي اف بتاعه 50 عشان اضمن حمايه كويسه، يكون مناسب للبشره الدهنيه اللي اصلا عندها مشكله مع حب شباب. ما هو انا ما افرحش بسان بلوك او واقي من الشمس شكل العلبه حلو ولا الصيدلي، او حتى مش عايز اظلم الصيادله لانه مش هم اللي بيعملوا كده، لكن اللي بيقفوا في الصيدليات دلوقتي كتير اللي هو ما يسمى بخبير التجميل او خبيره التجميل، بتبقى حد لابس بلطو وواقف يشرح لك قد ايه حلاوه وجمال الكريمات اللي انت شايفه قدامك دي. بتيجي انت بتنقي علبه شكلها حلو او على نصيحه الراجل اللي قالك خدها او كده، فانت بتحطها وخلاص، ومش عارف ان انت عمال تسد مساماتك او بتستعمل حاجه مش مناسبه ليك او بتعك الدنيا. فانت تيجي تقول لها مثلا في العياده نبدا بسان بلوك، تقول لك حطيت مليون سان بلوك، ايه الجديد؟ انت بتقول لي ايه جديد؟ فبتبقى عيني الناس برضو مش عارفه تفرق.
فادي اول حاجه في المنيو. بعد كده بنخش على بعد لما الحاجات الموضعيه والتوبيكال والحاجات اللي هي العلاجات اللي في البيت، بنبدا بقى نعمل في العياده اجراءات على حسب بقى المشكله ايه. والله المشكله رؤوس سودا ورؤوس بيضة، يبقى احنا ميكانيكالي كل واحده لازم بنفتحها ونشيلها الاول قبل ما نعمل اي اجراء. لو حبوب شباب ملتهبه واكتف في اكتيفيتي ومحمره وملتهبه، بنعمل حاجه اسمها الليزر الصبغي او البالس داي ليزر عشان نطفي الحمار اللي موجود ده بالبلدي كده، علشان خاطر تستجيب اسرع للعلاجات. لو المشكله حاجه اندرلاينج، يعني مثلا لو حاجه مشكله هرمونال او بتاع او مش عارف ايه او حاجه زي كده، بدخل مع الليزر ومع الاجراءات اللي بعملها في العياده دي، بندخل مثلا حاجه زي ريبليسمنت ثيرابي، او يعني انا مش عايز افتي وملك في المدينه زي ما بيقولوا، يعني استشاري زي حضرتك في الغدد وكده، يعني انا عارفك في القصه دي تقيل، بس يعني اللي على قد انا هقوله لك، هقول لك مثلا انه مثلا نسبه استروجين زايده في حته، بروجسترون زايد في حته، ده مثلا تمام في مرحله زي الحمل مش عارف ايه بتاع. انما لو لقيت مثلا ان في مشكله بقى في هرمونات اخرى اف اس اتش او بتاع عاليه، او تستوستيرون مثلا في واحده ست عالي، ففي حاجات بتبقى محتاجه انك تظبط الليفلز بتاعه الهرمونات شويه. بنضطر ان احنا نعمل تدخلات زي كده. مرحله ما بندخل بقى ادويه زي الايزوتريتينوين اللي انت عارفه طبعا، دواء عنيف شديد محتاج مراقبه باستمرار من ناحيه وظائف الكلى والكبد، ونطمن لانه ساعات بيرفع من نسبه الكوليسترول في الدم، ساعات بيعمل مشاكل من نوع اخر، بيعمل اضطرابات نفسيه. ولكن على قد ما هو دواء خطير ودواء مش سهل ان انا اخده كده من نفسي، لكن ارجع واقول لك بيبقى في بعض الحالات لايف سيفنج وضروري جدا. يعني في مدارس بنسمعها وبنشوفها دلوقتي، ناس اطباء افاضل كتير كانوا بيتكلموا على ان هذا الدواء المفروض يتمنع وهذا الدواء خطر جدا ومش عارف ايه وبتاع. ما هو دواء خطر فعلا، بس هو مش المفروض اخده لما يبقى عندي حبايه ولا اتنين. بس لما يكون عندي حبوب من النوع اللي هو النوديولوسيستيك التقيل قوي، وهذه الحبوب لا تستجيب للأدوية الأخرى، يعني لا تستجيب لمضادات حيوية وبطيئة قوي في استعمال الليزر والكلام ده كله، وما قداميش حاجة، لازم هدخل هذا الدواء معايا في العلاج، لأنه أنا وصلت المرحلة أن أنا لازم أفاضل ما بين سلامة الشخص ده ووشه اللي هيتبهدل وهيتشوه، ولا أرفع له إنزيمات الكبد لمدة شهرين ثلاثة وبعد كده هيتنزل تاني أول ما يبطل. يعني فاهم قصدي؟ فهي بتبقى الشطارة هنا أو الخبرة هنا للطبيب بتيجي على صورة إيه؟ على صورة إن أنا باخد قرار مين اللي يستاهل الإجراء ومين محتاج له ومين لأ. قضية كبيرة وملف مهم قوي برضو، لازم نشوف الإيجابي والسلبي فيه، وهو ما يسمى ب التأشير. التأشير دي كلمة تقلق، لأنه ساعات بنشوف منها حالات غريبة، يعني في حتة لما بيروحوا يعملوا تأشير كيميائي مثلا في حتة اللي احنا بنقول عليها أو من الناس مش متخصصة، تلاقي البنت جاية وشها متبهدل رغم أنه المفروض بروسيدر سهل. ما أنا هقول لك ليه. أنا مش عارف ليه، أنا كل مرة باجي أقعد معاك هتلاقيني قاعد أسرب لك أسرار كده من اللي ما بتتقالش في حتة تانية. طبعا. فانا هقول لك برضو شويه اسرار كده مش ناس كتير عارفاها. اولا التاشير الكيميائي اللي بنتعلمه في الكليات واللي بنتعلمه واللي مكتوب في الكتب كذا نوع معينين، بيتقسموا لثلاث عائلات: التاشير السطحي، التاشير المتوسط، وتاشير عميق. اوكي. والسوق مليان بانواع واشكال، احنا كل يوم بنسمع عن انواع تاشير جديده، ساليسيليك اسيد، مانديليك اسيد، ازاليك اسيد، مش عارف ايه اسيد، فروت بيلز، من فواكه، من احماض، مش عارف ايه. يعني بقت انواع التاشيرات كتير قوي، وبقت عيله كبيره جدا، لدرجه ان في اطباء مننا زمايلنا تقريبا متخصصين في التاشير فقط، او يعني بيعملوا مينلي تاشير الى جانب حاجات اخرى عشان يتقنوا كويس، لانه التاشير ده اصله فن وزي الرسم، يعني هو استجابة لحاجة. فأنا ما ينفعش مثلا أعمل تأشير لبشرة يفيدها في الأول عشان خاطر التأشير أشر الحبوب
وبعد كده يطلع ان كان فيها ماده من اللي بتزود حب الشباب فتلاقي كلها رجعت تاني ولا كانك عملت حاجه. ف دي الفكره. ف وقد ايه المشكله فين في الجلد؟ يعني هل هي مشكله في الابيديرمس فوق ولا هل هي مشكله اعمق؟ فعلى حسب المشكله فين التقشير يجيبها او ما يجيبهاش. فهو فيلم كبير قوي. طبعا الشركات كمان كتيره بقت بتيجي الحاجات دي على هيئه كريمات. يعني كان زمان الاول التقشير ده تلاقيه ماده كده عامل زي الاحماض اللي بتشوفها في افلام الرعب وبتاع، يعني لازم الدكتور يبقى فيري سنسيتيف ولابس كذا جوانتي فوق بعض، والابليكيتور اللي بيعمل بيه لازم مسحه دقيقه جدا وهو شغال. دلوقتي الموضوع بقى اسهل الى حد ما، في الابليكيشن بتاعه بقت كريمات وفرش شيك كده بتديها معاها وبتاع، فتلاقي ان فجاه الناس بقت تفتي بقى لما جرب. فطبعا التجربه دي في الطب اسوأ حاجه، يعني اسوأ حاجه ان انت تقعد تجرب وتلعب، اللي هو تعالى لما نحط الكريم ده، طب نحط ده، طب نحضر، طب نجرب ده ونشوف. طب ده فوق ده، طب مش دي بقى بتوصل ان انت بالاسف بتعك الدنيا خالص، رغم انها طول وأداة في إيد طبيب الجلدية هايلة جدا وبنعمل بيها البدع. يعني التقشير ده is basically أنا بشيل طبقات جلد تعبانة، فأنا ممكن أتحكم وأعمل اللي أنا عايزه لو أنا فاهم أنا بعمل إيه، وممكن أبهدل الدنيا وأعمل تشوهات لا تتخيل مداها قد إيه لو أنا مش عارف شغلتي. أكتر حاجة بتضايق يعني أو بتخوف، مش بتخوف يعني، الحاجات اثار حب الشباب ان تلاقي فيه ديمبلينج، حصل فيه حفره، وبعدين نسمع ان الحفره دي سببها ان في تليف حصل. طب ايه اللي حصل؟ لو خدت بالك هتلاقي زمان يعني مثلا من 10 سنين وقبل كده واكتر من 20 سنه وقبلهم، هتلاقي ان شكل الاثار بتاعت حب الشباب شكلها اصلا متغير عن دلوقتي. زمان كنت تحس ان هم كانهم نقر، يعني كان في حد جه نقرها ومشي. وكانت اشهر من الحب الشباب كمان في اللي هو التشيكن بوكس اللي هو الجديري. بعد لما الحبوب بتاعه الجديري الفيسيكلز بتفرقع برضو بتسيب اثار زي بتاعه اثار حب الشباب بالظبط. ولكن مع بقى تغير هندله الناس لمشاكلها بدا يظهر لنا اشكال جديده خالص للاثار. الحبوب اللي هي العميقه قوي دي لما بتسيب اثار بتسيب تليفات وفايبروزز زي السكارز، يعني 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 وفي مثلا البشرات اللي هي الغامقه شويه او السمره دول ساعات بيحصل لهم حاجه اسمها كيلويد سكارز، يعني تلاقي السكارز كمان طلعت لبره بقت هايبرتروفيك، فتلاقي المنظر كله يا اما خيمه طالعه كده لفوق حاجات طالعه لبره، حفر داخله لجوه، جلد لافف على بعضه، شعر محبوس جوه سيست، يعني بنلاقي بقى اشكال وانواع، وكل حاجه من دول ليها طريقه ازاي اعالجها بيها. يعني في حاجات محتاجه سبسيجن زي ما انا كنت لسه بقولك، سبسيجن ده اللي هو بقى بخش تحت الجلد بابره واقعد اسلك التليفات اللي موجوده دي. وفي حاجات محتاجه، في حاجات بتتعمل بالفيلرز، يعني في حاجات من كتر ما الجلد هابط تحتيها انت محتاج فيلرز تزقها لبره. وفي حاجات محتاجه تداخل بقى ليزر وحاجات زي كده، اشكال وانواع بقى من الليزر، يعني الاندياج ليزر مثلا بنستعمله لما بنبقى عايزين نجدد الطبقات كلها من تحت لفوق، الفراكشنال ليزر بنستعمله لما بنبقى عايزين العكس نعيد ترتيب الطبقات دي وبتبقى مناسبه اللي هم البشرات الفاتحه شويه او اللي الاثار فيهم مش الايس بيك اللي داخله لجوه. يعني كل حاجه ليها حاجتها. من ضمن التكنيكس الجديده اللي بنستعملها كمان ونتائجها ظريفه جدا اللي هو بنسميها المايكرو نيدلينج راديو فريكونسي، اللي هو الترددات الموجيه راديو فريكونسي عن طريق ابر تداخليه بتخش وتطلع في الجلد. فهي دي كلها حاجات احنا بنستعملها للاثار حب الشباب. وان افريج تقريبا لو حاله معتدله، يعني مودريت ما هياش حاله عنيفه قوي او حاله بسيطه، لو حاله في النص تقريبا بتاخد فتره علاج من 3 الى 6 شهور عبال ما تلاقيها بقت بشره نقول مثلا 80 ل 90% تحسن، لان مفيش حاجه 100%. التخوف الكبير الشبح في دماغ الناس اللي عندها حب شباب انها تتعالج وترجع تاني، هل تعود مره اخرى؟ طبعا للاسف. بس هي الفكره في ايه بقى؟ لو عادت مره اخرى
بنفس العنف وبنفس الطريقة، يبقى أنت برضو كطبيب الحقيقة مقصر شوية. ليه؟ لأن أنت المفروض أنه بعد لما بتدي العلاج ووصلت اللي هو ما يسمى ببر الأمان، المفروض أن أنت بعد كده في الفولو أب أو المتابعة بتعمل ما يسمى بـ conservative، أو يعني اللي هو الوقاية، إزاي أخد بالي أن اللي أنا عملته ده ما يضيعش. يعني تهتم بإيه؟ تغسل وشها إزاي؟ بمواد شكلها عامل إزاي؟ تحط كريمات إيه بالليل؟ تبعد عن أي ايه من الكريمات او من عائلات ايه من الكريمات يبقى خطر عليها. يعني لازم برضو الطبيب يوعي في المريض بتاعه فكرة ازاي تحترم بشرتك او تحترم your skin. السؤال دايما الوقاية او احمي نفسي ازاي، مطلوب مني اعمل ايه؟ حلو قوي. اول حاجة المفروض تعملها انك ما تطلعش على يوتيوب وتكتب ازاي اعالج او ازاي اقي نفسي من حب الشباب، اوكي؟ يعني فدي اول حاجه لازم تعملها. هتشوف احد الاطباء اللي انت بتثق فيهم وتروح له زياره، اوكي، وتقول له انا وضع بشرتي ايه. لانه مش شرط الحل اللي يعني الست اللي بتعمل بلوجينج على انستغرام ولا على يوتيوب وبتحكي لصاحباتها او بتحكي للفولورز بتوعها مثلا او كده قد ايه الكريم ده ظريف في علاج حب الشباب، هو ممكن يكون جاب نتيجه مثلا مع 10 15% من فئه معينه من طبيعه جلد معينه، وال85% الثانيه هيتبهدلوا ويدوا عليك، اوكي. او عشان خاطر ما يبانوش ان هم بيغلطوا في حاجه طالعه ترند يعني او موضه، هيكتموا نفسهم ويسكتوا وخلاص، او يقولنا احنا بقى ايه في الخباثه كده. فدي اول حاجه، هتروح لحد موثوق فيه وتشوف تعمل اناليسس كده، تشوف انت جلدك بشرته عامله ازاي، وبعد كده تسمع بقى للنظام الوقائي الصح اللي هو لازم هيكون فيه غسول كويس قوي، لازم هيكون فيه واقي من الشمس كويس، ولازم هيكون فيه مرطب للبشرة غير مسبب للكوميدونز. فكل لأن مش أي مرطب، ما هو ممكن مرطب أرطب بيه بشرتي ويعمل لها هيدريشن وكده يبقى بيسدلي المسامات وبيبهدلي الدنيا. فهي دي الفكرة كلها، واخد اللايف ستايل بتاعي ده وادخله في حياتي العادية. ما أنا كده كده لازم هصحى الصبح أغسل وشي، صح؟ أغسله بقى بالصابون المظبوط أو بالغسول المظبوط. يعني هي دي بس الفكرة كلها، مش لازم نألف، مش لازم نأفور، مش لازم أروح لأغلى حاجة أو أروح للحاجة الماركة. يعني لو ماركة مثلا بتعمل ملابس كويسة جدا وكلنا مبسوطين بيها، أو مثلا ماركة بتعمل برفانات ولا ساعات كويسة ولا مش عارف إيه، مش هتعمل لك غسول وكريمات للبشرة لحالتك يعني. بس هي دي الفكرة كلها. ألفنا بقى إحنا شخصية سميناها ابو العريف. ابو العريف ده بيفتي، هسمعك دلوقتي نوع من الفتي. يلا بينا. واكيد انت بتسمع فتي يعني، بس مش كتير. اكتر من سواق التاكسي يعني. انا خلاص يعني. ده لو كنت بتصور ان انت يعني خلاص ما بتسمعش الفتي يعني قوي يعني. اخر مره كنت معاك كان شعري مش ابيض لو تفتكر يعني، دلوقتي بقيت جده خالص. انا خايف مثلا يعني مثلا كمان كام شهر قبلك الاقيها بيضه خالص. الجلدية الله يكون في عونهم فعلا يعني، وخصوصا لما يكون علم كبير، ناس أفنت عمرها فيه تسمع حد بيفتي. فهسمعك حاجة جدا لطيفة، أبو العريف بحر العلم وترعة المفهومية، اتفضل. يا بيشة عاوزة تجنني، العالم ماشية خايفة على حياتها وعلى أكل عيشها، ودي مشغولة ببشرتها وحب الشباب. اللي يخاف من الكورونا يا مدام مريض الرئة، القلب، السكر، إنما الجلدية وحب الشباب ده انت لو أجلت علاجهم سنة ولا اتنين مش هيجرى حاجة. ده حتى جت مصلحة، ولا اللي بيتاجروا في الكحول والكمامات. يعني مشاكل حب الشباب دي ايه؟ ميكروبات وبكتيريا ولا زمنه؟ يعني رش الكحول كل شوية عليها مفيد؟ اهو علاج لحب الشباب ووقاية من الكورونا، ولا شوية قاعدة في الشمس كل يوم يقوي مناعة ويقتلوا الميكروبات وينشفوا الحبوب. عارفة مصائب قوم عند قوم فوائده؟ أهي الكورونا دي لحب الشباب هي الفوائده.
ومقنع واثق من نفسه، قال لها اقعدي في الشمس يعني خدي الترا فايلوت ريزي. ولو اني انا شاكك في حد في الكنترول هو اللي عامل الصوت. ايوه ما هو محر. احنا بنجيب الكلام بتاع الناس ونخلي حد يتقبل. بص يا سيدي، طبعا هو الكلام اللي قاله الاخ ابو العريف مش دقيق قوي. الحته الوحيده اللي قالها صح في كل اللي قاله ده ان الكحول بيقضي على جراثيم وعلى الفيروسات. الكحول 70% ايزوبروبايل لما بيتحط لمده اكتر من 30 ثانيه على اي حاجه كائن حي سنجل سيل او فيروس هيقضي عليه باي كيميكال رياكشن. طيب الفيروسات والبكتيريا، بس هي الفكره في ايه؟ حبوب الشباب اللي بتظهر ونتلاقي اللي هي الراس الصفراء اللي موجوده والكلام ده كله، هي اوريدي المعركه تمت واوريدي البكتيريا خلاص اللي في الوش عملت المعركه. فيعني دور الكحول هنا انه يقضي لي على البكتيريا انا مش عايزه في حب الشباب في حاجه، ده بالعكس ده 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 الكحول بقى هنا يبقى ايريتنت، يبقى يلهب البشره، يسبب اكزيما، الاكزيما تبوظ المسامات وتطلع سكريشنز زياده، سكريشنز زياده تتسد زياده، سد زياده يزود لك حب شباب. فاحنا فهمت بقى يحصل ايه؟ يعني دخلنا في دايره مغلقه مش عارفين نطلع منها. فهي طبعا الفكره كده. اتفق معاه في نقطه انه لو حد عنده مشكله طبعا في الرئه او السي تي مبين مشاكل في الرئه من كوفيد او بتاع طبعا اكيد طبعا هيبقى مهتم بحاجه زي كده. مش انا ما بقولش مش يا جماعه مش واحد عنده كرشه نفس هنعالج جلده سيبوه بس يموت، اهم حاجه يبقى جلده حلو، يعني مفيش حاجه اسمها كده. بس في نفس الوقت انه لازم انتبه، يعني افرض مثلا واحد جاله رش في جلده او جاله طفح جلدي على شكل معين، انت عارف ان هو ما عندوش هيستوري للحاجه دي، طب ما هو جايز يكون ده مانيفيستيشن من الكوفيد. طب ما انا مظهر من مظاهر الكورونا، مين اللي هياكد لي طفح جلدي؟ مين بقى اللي هياكد لي اذا كان ده ليه علاقه ولا ملوش؟ مش البلوجر ولا اليوتيوبر ولا الشخص ولا ابو العريف ولا ابو العريف، بس فاللي هيفيدك في حاجه زي كده هو الدكتور الجلديه اللي فاهم في القصه دي. دائما الحوار معك ممتع للغايه، يعني باسلوب راقي ورائع وبسيط وجميل وحكاوي كده، بيدخلني معاه الكلينيك، ببقى قاعد معاك في اركان على طول ولا في الزمالك في اركان في اركان اللي هو مكان الكلينيك، بقعد معاك وبنقعد نتكلم، يعني كان انا قاعد معاك دلوقتي هناك وبسمع الحالات وهي معديه بتحكي لنا بنبض الاحساس الكامل بكل مشاكل الجلديه. احنا عندنا فهرس طويل، النهارده خدنا اول صفحات وهو حب الشباب، لكن لسه فاضل اعتقد في الكثير والكثير من الحوارات معاك بقى سيزون 1 بقى سيزون 1 حلقاته. يعني انا الناس هتستمتع بانها تسمع منك فهرس لكذا سبوت من اجمل واهم سبوتات الجلديه. النهارده كان السبوت الاولاني، الحلقه الاولى حب الشباب، القصه الاكثر شهره، لكن اللي جاي هيكون اكثر اثاره او مثير مثل حب الشباب، وفي جوانب ممتعه ومهمه للغايه. شرفت الدكتور كالعاده وانستنا وخطوه عزيزه. انا الاسعد يا دكتور ايمن، وده يعني اتس اولويز ا بليجر ان انا اجي واقعد اتكلم معاك في الحاجات دي. ده احنا اللي بنبقى سعداء جدا وطايرين بالفرح. طبعا واحد من ميجا ستارز عالم الجلديه، الاسم الكبير في هذا العالم، الاستاذ الدكتور محمد منجي، استشاري الامراض الجلديه وزميل الجمعيه الامريكيه للطب وجراحات الليزر والمؤسس لمراكز سكين افينيو للعلاج بالليزر، رئيس قسم الامراض الجلديه بالجمعيه المصريه للطب التجديدي، كان منورنا في الدكتور. يبقى الحوار مستمر ومثير في منطقة مهمة جدا في العلوم الطبية وهي الأمراض الجلدية، زي النهاردة الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة في عالم الجلدية. خليكم دايما مع دكتور. يومية قد تضر بالنظر ضررا كبيرا، منها الجلوس قدام التلفزيون لفترات طويلة أو قدام الحاسب الآلي لفترة طويلة، الكلام ده يعني مشكوك في أمره، لكن خلينا نمشي مع الكلام. كمان قلة الرمش، ان الواحد ما يرمش بشكل متكرر، برضو ده شيء بيأثر على النظر. قلة النوم
وجدوا علاقه بين قله النوم والنظر. الاهم بقى لبس العدسات اللاصقه. لبس العدسات اللاصقه وجدوا انه ممكن ياثر بشكل كبير جدا على القدره على الابصار، لانه ممكن مع الوقت يضر القرنيه ضررا كبيرا، قد يكون هذا الضرر حاد للغايه. العدسات اللاصقه تحمل في طياتها قنبله موقوته يا جماعه. الناس كمان اللي بتلبس العدسات اللاصقه دي للتجميل، انا شايف ان هم بيهرجوا تهريج قاتل، يعني تهريج مخيف، اللي هو انا عايز اغير لون عينيا فبخليها من البني للازرق او من مش عارف ايه للاخضر. يا سيدي العدسات اللاصقه دي حاجه يعني خطيره جدا ولازم لها عنايه ودقه، وطبعا الناس اللي بتلبسها في العربيه وهي ماشيه ومش عارف ايه الكلام ده كله في منتهى الخطوره. لازم ناخد بالنا جدا واحنا بنتعامل مع هذه القنبله الموقوته اللي اسمها العدسه اللاصقه. لكن تبقى قدره الابصار نعمه كبيره جدا، وضعف الابصار يعتبر شيء لازم ان احنا نقف قدامه وننظر كيف اعطى الله سبحانه وتعالى العلم هذه المقدره الرائعه جدا عشان يصحح الابصار. تصحيح الابصار والتعامل مع مشاكل الابصار النهارده يوم شديد الاهميه مع ضيف شديد الاهميه. الحقيقه اضاف لنا الكثير جدا بوجوده معنا، وكانت نقله نوعيه كبيره جدا انه اكاديمي مهم جدا يظهر للاعلام، ثقف الكثير جدا وعدل الكثير من المفاهيم الخاطئه حول ضعف الإبصار وحول المياه البيضاء وحول مشاكل القرنية. قدم الكثير للإعلام الطبي، وأعتقد أنه ما شاء الله ما زال يقدم الكثير للعمل الأكاديمي، العمل الإكلينيكي، وأيضا للإعلام الطبي في عالم العلوم. القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير، واحد من سوبر ستار البرنامج وسوبر ستارز الإعلام وسوبر ستارز العمل في عالم العيون، الأستاذ الدكتور أحمد عساف. تكوين الوش نفسه والعينين، رسمة العين نفسها تديك إيحاء إنه عنده حول، لكن هو ما عندوش حول. هل الليزر السطحي أوبشن ولا في حالات يناسبها الليزر السطحي وحالات لم يناسبها الليزك؟ في حالات يناسبها الليزر السطحي والليزك، وفي حالات يناسبها الليزر السطحي وما يناسبهاش الليزك. الناس لسه ما عندهاش ثقافة التفرقة بين الليزك وبين الليزر السطحي. انا عملت ليزك النهارده، جالي ميه بيضه بعد 20 سنه، مش عشان انا عملت ليزك، عشان انا مكتوب لي هيجي لي ميه بيضه. في نوع تاني من ضعف النظر بقى، اللي هو نتيجه الليزك نفسه، هنا لازم نتدخل. الدكتور احمد عساف استاذ طب وجراحه العيون طب عين شمس، زميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه، عضو الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون، عضو الجمعية الأمريكية لجراحات المياه البيضاء، عضو الجمعية الأمريكية لإصلاح عيوب الانكسار، 7 أبحاث منشورة دولياً، 17 بحث تم عرضه في المؤتمر السنوي للجمعية الأوروبية. ضيف العزيز ويعني صديقي العزيز اللي بسعد جداً بقدومه وزيارته الرائعة، أستاذ الدكتور أحمد عساف، أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا، أنا سعيد بوجودي في وسطك وسعيد بمقابلتك أخيرا بعد سنة تقريبا. لا هو احنا الحلقات موجودة كتير بس احنا يعني قليل لما بنسجل جديد. بالظبط. نظرا لانشغالك انت على طول ما بين مؤتمر. دي مشكلة فيا. يعني أمريكا آخر مؤتمر لوس أنجلوس، المؤتمر الدولي لتصحيح الإبصار صح كده؟ مؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية لإصلاح الإبصار والمياه البيضاء وجراحات المياه البيضاء. ده كان مؤتمر، يعتبر مؤتمر كبير جدا، مؤتمر دولي بيحضره كافة الأطباء وجراحين العيون على مستوى العالم. هو قوة المؤتمر إن هو مركز أساسا في المياه البيضاء والجديد في جراحات المياه البيضاء وعمليات إصلاح عيوب الإبصار زي الليزك أو زرع عدسات أو أي عمليات تانية لإصلاح عيوب الإبصار. فتركيز الناس كلها اللي هي بتحب تشتغل في الجزء ده تحديدا بيحصل، يعني معظم الجراحين بيحبوا يرتادوا هذا المؤتمر. انت جبت شهاده دي؟ دي الشهاده. لا دي اتشيفمنت اوارد، دي شهاده الانجاز، دي من الجمعيه الامريكيه لطب وجراحه العيون. احنا ما بنسيبش حاجه. وكان ليا الشرف طبعا، يعني اتشرف ان هو يعني من الدكاتره اللي هو يحصلوا على هذه الشهاده في سنه 2017 يعني. ل 2017. دي حاجه رائعه جدا جدا، دي يعني تساوي شهاده الاجاده او شهاده بالزبط. الجوده. بالظبط. يعني سيرتيفيكيت بالجوده. هروح للميه البيضاء بقى،
يعني ايه ميه بيضاء؟ نبدا نشرح للناس. طبعا احنا اتكلمنا واكيد الساده المشاهدين عارف يعني ايه ميه بيضاء، بس احب التكرار برضو ان هو في ناس برضو لسه لازال عندها الاعتقاد ان الميه بيضاء هي سائل لونه ابيض بيتكون جوه العين وبيحجب الرؤيه وعشان كده المريض ما بيشوفش كويس. لا، هي الميه البيضاء هو عتامه في عدسه العين البلوريه. الاسباب كتير اشهرها التقدم في السن، فهنا وقت الانيميشن اللي موجود دلوقتي ان العدسه المفروض تكون شفافه عشان تجمع الاشعه وتكون صوره على الشبكيه. لما بتعتم المنظر ده بتاخد الوان مختلفه بتحجب الرؤيه بحيث ان الاشعه لما بتيجي تعدي من العدسه ما بتتشتت، ما بتتجمعش في صوره واحده على مركز الابصار، وبالتالي الصوره ما بتبقاش واضحه. بدل ما يبقى الواحد شايف صوره بالمنظر ده تبتدي الصوره تغبش وتعتم وتطفي والوانها تتغير. المريض بيحس بتدهور في النظر، بس مش تدهور حاد، عشان برضو في ناس بتتخض يعني بتعتقد ممكن تصحى من النوم مره تلاقي عندها ميه بيضاء. لا، بيبقى في تدهور بطيء في النظر، والحل الوحيد حتى هذه اللحظه لا في قطرات ولا في علاج ولا في مراهم للميه البيضاء غير هو عمليه ميه البيضاء، وهي عمليه تحديدا تفتيت عدسه العين المعتمه اللي هي فقدت الوظيفه بتاعتها واستبدالها بعدسه ثانيه صناعيه مزروعه جوه العين. ده فكره عمليه الميه البيضاء باختصار شديد. وبالتالي برضو احب اكد للساده المشاهدين مفيش عمليه ميه بيضاء بدون زرع عدسه، علشان في ناس تقول نسحب الميه البيضاء وما لهاش لازمه العدسه يا دكتور، علشان احنا بنسمع ان العدسه دي مؤذيه. طبعا بيخلط الامر ما بين عدسه لاصقه زي ما حضرتك قلت في مقدمه البرنامج والعدسه اللي بنزرعها جوه العين. فهنا في فرق شاسع ما بين الاثنين، فلازم ميه بيضاء معناها زرع عدسه لازم. عدسه لاصقه دي عدسه بتتحط فوق القرنيه بالظبط، معروفه يعني العدسه اللاصقه المعروفه، لكن دي عدسه بتتزرع مكان جوه العين بالظبط كده. التشخيص سهل بالاجهزه نقدر نعرف؟ اكيد اكيد التشخيص سهل جدا وما فيش اي مشكله خالص. وبنقول لما يكون في ميه بيضاء بنقول للمريض والله انت عندك ميه بيضاء. الميه بيضاء ليها درجات برضو بالمناسبه، ممكن تتقسم من 1 إلى 6. مش كل الدرجات لازم يلزمها عمليه. برضو احب اوضح للساده المشاهدين ان في بعض الناس بينزعج جدا يقول انا عندي ميه بيضاء انا هعمل عمليه وامتى. ممكن تعمل الميه يبقى عندك ميه بيضاء وتعيش بيها شويه، يعني ممكن ما تبقاش مؤثره على حده الابصار. بس القاعده العامه بنقولها ده لكل المرضى، لما يجي لك ميه بيضاء كل ما بيكون بدري في عمل عمليه الميه البيضاء كل ما النتيجه بتكون احسن واضمن. ما تاخرش الا لو ظروفك مش مناسبه، يعني انت مسافر لظروف قاهره او عندك ظروف مثلا اسريه، ابنك في الامتحانات او مستني حد يجي لك من السفر بعد شهر او شهرين، ما فيش مشكله طالما ان درجه الميه البيضاء تسمح. في بعض الناس بيقولنا في مراحل متقدمه جدا من الميه البيضاء بنقول لهم لازم تعملوا العمليه بسرعه. ازاي نعالج الميه البيضاء؟ هي برضو انا الميه البيضاء ما لهاش علاج بمعنى علاج طبي، هي علاج جراحي. وفي طريقتين شائعتين لعمل الميه البيضاء. كنا زمان بنتكلم على الجراحه، دلوقتي بطلنا نتكلم على الجراحه خالص، لان خلاص ما بقيناش نعمل جراحه، بقينا نعمل موجات فوق صوتيه، او الطريقه الحديثه اللي احنا بنتكلم عليها او اتكلمنا عليها في المؤتمر اللي هي الفيمتو ليزر في الجراحات الميه البيضاء. الفرق بالظبط كده هو ان انت في الموجات فوق الصوتيه انا بفتت العدسه اللي جوه العين بالموجات فوق الصوتيه. الموجات فوق الصوتيه دي سلاح ذو حدين، ممكن تؤثر بصوره سلبيه على انسجه العين الداخليه، خاصه انسجه القرنيه او الخلايا المبطنه للقرنيه. القرنيه جزء الخارجي من العين، المهم عشان ما نخشش في تفاصيل كتير، ممكن تؤثر بالسلب عليها. هنا الفيمتو ليزر لا، الفيمتو ليزر هنا بقى دلوقتي في برنامج ده بروجرامينج، انا بفصل كاني بعمل باترون، بفصل انا عايز الفيمتو ليزر يشتغل ازاي على كل عين انا هشتغل عليها. ممكن العين اليمين حاجه والعين الشمال حاجه تاني، وكل عيان ليه برنامج خاص بيه هو. بنقدر هنا انا بحدد خطه الليزر او خطه العمليه هتشتغل ازاي. عايز اصلح استجماتيزم اقدر اصلح استجماتيزم، عايز افتت العدسه بطريقه معينه اقدر افتتها. طبعا هنا مش هتكلم على دقه الليزر، هنا دقه الليزر غير مهما كان مهاره الجراح. مهما كان الجراح ده ماهر في عمل هذه الخطوات مش هيبقى زي دقه الليزر. وبعد كده المريض بيقعد تحت الجهاز الليزر هنا بيعمل نقدر نقول حوالي 60% أو 70% من خطوات العملية المية البيضاء بدون ما العين تتفتح من أساسه، لأن شعاع الليزر بيقدر يعدي من الأنسجة الشفافة. فعندنا القرنية دي نسيج شفاف اللي هو الشباك اللي احنا بنشوف منه، فشعاع الليزر هنا بيعدي من خلال القرنية هنا ده احنا بس بنثبت الجهاز على قدام على عين العيان، مفيش أي ألم خالص. العيان بيعمل العملية هو صاحي بالمناسبة، ممكن ياخد قطرة بس
مخدرة تخدر سطح العين، لكن العين بيبقى صاحي بيتنفس بيتكلم لو في حاجة مضايقة، بنطلب منه بس الهدوء والتركيز في ضوء قدامه، بحيث ان هو ثبات العين هنا مهم جدا. ودي خطوات الميه البيضاء زي ما انتم شايفين، دي خطوات حقيقيه، الموضوع بياخد حوالي عمليه لايف حقيقيه، بياخد له دقيقتين ثلاثه. والشاشه اللي جنبينا هنا اهوت بتبين لنا مسار العمليه، ونقدر نعدل كمان في خطوات العمليه، ونقدر نعدل كمان لو انا عايز اغير خطه العمليه نفسها. اكتشفت مثلا على سبيل المثال ان عنده استجماتيزم اكتر من اللي انا متوقع، ممكن اصلحه. الميه البيضاء شايفها اكتر، ممكن افتتها بطريقه مختلفه، بوجه الجهاز في مسار الليزر بطرق مختلفه، او شايف ان الجهاز خلاص ادى يعني شاف ابعاد العين من الداخل بصوره مرضيه بالنسبه للجراح، بنبتدي بعد كده ان الليزر يشتغل ويصلح يفتت الميه البيضاء كده. كل ده والعين مش مفتوحة، أنا بأكد العين مش مفتوحة، وهنا مصدر الأمان في عمليات الفيمتو ليزر. يعني إحنا هنا هوت العين ما اتفتحتش من أساسه خالص. كل ده حلم كان بالنسبة لنا، أنت تعمل تفتت العدسة اللي جوه العين، وتعمل مكان لزرع العدسة اللي جوه العين، تحضر العين لاستقبال العدسة اللي هتتزرع بعد كده عشان المريض يشوف بيها. لو عندك استجماتيزم كمان تقدر تصلحه. وأنا ما لمستش عين العيان والليزر هو شغال وعين العيان ما اتفتحتش، وفي نفس الوقت الدقة المتناهية بتاعت الفيمتو ليزر، احنا هنا بنتكلم بدقة بحدود المايكرونز اللي هو بالواحد على الألف من الملي. فهنا هو ده حركة، شوف مسار العملية هي حوالي 70 ثانية الليزر هيشتغل يكون خلصنا العملية كلها. الموضوع ده من أوله لآخره بياخد حوالي 3-4 دقايق. يعني ده الجزء بتاع الفيمتو ليزر. بس لا غنى في هذه الحالة برضو عن الموجات فوق الصوتية، لازم نستخدم موجات فوق صوتية بس بصورة أقل بكثير من الطريقة التقليدية العادية اللي هي حتى هذه اللحظة هي الشائعة بنعملها في معظم الحالات. هنا هوت زي ما بقول، انت جبت حالك مثلا عربيه بتقدر تسوق لوحديها، انت بتقول له انا عايز اروح من المنطقه نقطه الف لنقطه ب، واعدي في السكه على السوبر ماركت عشان عايز اشتري شويه حاجات، وخلاص انت عملت خطه البروجرام بتاعك او الخطه اللي انت هتمشي عليها، وبعد كده بتدوس على زر العربيه هي هتتحرك وتؤدي اللي انت المطلوب منها بالظبط زي ما انت حددت لها تماما. بس مثلا في الاخر انت محتاج انت توقف العربيه بعد كده، هو لازم تشوف العربيه دي ماشيه في طريقها مظبوط ولا لا. زي ما انتم شايفين هنا هو المريض بعد ما خلصنا جزء الفيمتو ليزر، المريض بيبقى صاحي، هيقوم دلوقتي هيتحط على سرير تاني علشان نبتدي نجهز للموجات فوق الصوتية، أو نجهز العدسة اللي هنزرعها جوه العين. الجزء المتبقي من العملية ده لا يعادل أكتر من 20-30% من عملية المية البيضة نفسها. يبقى في حوالي 60-70% تعمل بالفيمتو ليزر من غير ما العين تتفتح، واختصرنا الوقت العين هتبقى فيه مفتوح علشان أشيل التفتيت اللي حصل في العدسة بالليزر، بسحبه بالموجات فوق الصوتيه وبزرع العدسه اللي جوه العين. الناس بتسال طب انت هتزرع العدسه ازاي والعين مفتوحه؟ لا، بيبقى في فتحه بتتعمل برضو بالليزر حوالي 2 ملي، العدسه بتخش مطويه جوه العين وتفرد بعد كده جوه العين. الفتره لما تبقى اللي العين فيها اتفتحت قليله، ده بيبقى يترجم في صوره امان اكتر في الميه البيضاء. كل ما العين اللي هي الفتره اللي هبقى مفتوحه عشان ازرع العدسه او عشان اشيل الميه البيضاء تكون اقل، كل ما دي فترة أمان أكتر. السؤال الكلاسيكي دايما بيسألون الناس، هل يمكن أن تعود المية البيضة مرة أخرى بعد كل ما فعلناه من فيمتو ليزر وزراعة عدسات؟ سؤال مهم جدا ودايما بنتسأله كتير قوي، تقريبا بنسبة 90% من كل العينين يسألوا هو المية البيضة هترجع تاني ولا؟ والإجابة لا، بصورة قاطعة مفيش مية بيضة بترجع تاني. بس في بعض الناس بنسبة نقدر نقول 20% بيحصل لهم عتامة في المحفظة الخلفية. المحفظة الخلفية هي نسيج شفاف اللي هي بنحط عليه العدسة، لما بزرع عدسة جوه العين بزرعها على حاجة اسمها المحفظة، هي عبارة عن زي ستارة شفافة تماما، بزرع عليها العدسة اللي أنا حطيتها مكان المية البيضة، بزرع عدسة بحطها على إيه؟ بحطها على محفظة خلفية، بنقول عليها بالبلدي كده ستارة شفافة جوه العين. ساعات الستارة دي بتعتم عند بعض الناس وما فيش أسباب يعني معينة نقدر نقول هي دي السبب، أو نتوقع أن المريض ده العتامة دي هتظهر عنده والمريض ده مش هتظهر عنده. الستارة دي لما بتعتم بيبقى علاجها بسيط جدا، بنعمل جلسة ليزر، بنشيل العتامة دي بجلسة الليزر، مش عملية، وبأكد مش عملية. المريض بيبقى قاعد على جهاز بهدومه عادي جدا، مش هيعيد العملية تاني ولا يخش أوضة العملية تاني.
يمكن بسبب الموضوع ده الناس بيتهيأ لها ان المية بيضاء بترجع تاني، فبنقول لهم لا ما بترجعش تاني. في بعض الناس بنسبة 20% بيجي لهم عتامة في المحفظة الخلفية بيلزمها إجراء بسيط جدا اسمه جلسة ليزر في حدود 10 ثواني بالضبط بهدومه في العيادة مش في مش في العمليات وبيمشي على طول. عايز أحط مقارنة بين الأشياء وبعضها، يعني وإحنا بنقارن بين الفيمتو وبين العملية أو بين الفيمتو وبين الألتراساوند، لو حطيناهم جنب بعض ونجمل للناس أو نفهم الناس الفروقات بين الاتنين إيه؟ الفروقات ما بين الاتنين هنا هو زي ما يكون حضرتك أنت بتعمل حاجة يدوي وبتعملها بالليزر. يعني هنا هو مثلا على سبيل المثال لو بصينا على الشاشة هتلاقي هنا هو ده اللي على اليمين ده الفيمتو ليزر. اللي على الشمال بيقولك تشريح العين الليزر هيشتغل ازاي. لو احنا بصينا هنا هو المية البيضة نفسها لو احنا كبرنا حتى نبص على المية البيضة في الناحية الشمال المية هنا ده الجراحة بقى التقليدية العادية، انا بخش بمشرط بفتح فتحتين في العين وساعات بيبقى ثلاث فتحات، بعمل حاجة بقشر المحفظة الأمامية بتاعت العدسة بقشرها بإيدي فبتطلع مشرشرة ما بتطلعش مدورة مظبوطة، بتطلع ممكن معوجة شوية صغيرين، ده بيخلي العدسة ما بتبقاش موجودة في مكانها مظبوط، ساعات بتعمل العدسة تبقى ملوية شوية صغيرين بعد لما ازرعها ما بتبقاش مظبوط. هنا الليزر بص حضرتك الليزر بيشتغل شعاع هو بيفتح بيعمل الفتحات اللي انا عملتها والفتحه اللي بعملها في محفظه العدسه الاماميه بتتعمل بالليزر بتطلع دايره مظبوطه كانك بالظبط عملت شباك، بدل ما تشتغل بشاكوش واجنه انت عملته بالليزر. فلما تعمل بالليزر بيطلع مظبوط بالملي، لكن انت تشتغل بشاكوش باجنه عمرك ما هتعرف تظبط، هيطلع معوج شويه صغيرين، الشباك اللي انت حفرته ده معوج شويه صغيرين مش منتظم. هنا الفيمتو ليزر بيفتت العدسه والفيمتو ليزر بيكون امن جدا على انسجه العين الداخليه على عكس الموجات فوق الصوتيه. لما بيفتت العدسة نفسها قبل ما احنا نسحبها ده بيبقى حنين قوي على أجهزة أو على أنسجة العين الداخلية. فبالتالي أنا ضامن هنا هوت في بعض الناس مش هيجي لهم تأثير سلبي، وده مهم جدا عند بعض الناس عندهم التهابات مزمنة في العين أو عندهم مشاكل في أنسجة العين الداخلية مهم جدا ان احنا نعمل لهم الموجات فوق الصوتيه باسف الفيمتو ليزر ونتجنب الموجات فوق الصوتيه في حالته. بعد كده بنزرع العدسه اللي جوه العين. فطبعا الخطوه دي الخطوه يمكن الوحيده المانيوال او التقليديه اللي بتتعمل او الجراح هو اللي بيعملها زياده شويه صغيرين في الفيمتو ليزر، لكن الموجات فوق الصوتيه احنا بنعملها من اولها لاخرها بتعتمد على مهاره الجراح. الفيمتو ليزر لا، هي بروجرامينج برمجه لغايه زرع العدسه، بعد زرع العدسه انت الجراح بس خلص العمليه وخلاص خلصت على كده. يتفوق طبعا الفيمتو ليزر ممكن يصلح الاستجماتيزم. هنا في حاجه عمليه زمان اسمها تشريط قرنيه كان بيتعمل بالطريقه اليدويه وليها مشاكل كثيره جدا. احنا في غنى ان احنا نذكرها، بالفيمتو ليزر ما لقيناش المشاكل دي خالص، دقه الليزر هنا بنستفيد منها فبنقدر نصلح الاستجماتيزم بصوره عاليه جدا ونضمن المريض ان هو كمان ما يستغنى عن نظاره المسافات بعد العمليه. قضيه أثارت جدل الحول عند الأطفال، هل نتدخل نعمل عملية ليزك للأطفال اللي عندهم حول ولا لا؟ سؤال عايز تفصيل بس عايز أفهمه منك. لا، حول للأطفال في أنواع كتير من الحول. حول ممكن يكون ناتج عن ضعف في عضلة من عضلات العين، دي لازم حل جراحي مفيش حل ليزر. ده حل جراحي ان انا العضلة الضعيفة بقويها وخلاص، ده لو المشكلة عضلية بالظبط. لو مشكلة نتيجة ضعف في الإبصار وده شائع جدا ما بنعملش ليزك لا خالص. لان هو الطفل الصغير ده نظر متغير، انا لو هعمل ليزك النهارده على مقاس المقاس ده مش ثابت، بعد سنتين ثلاثه المقاس ده اتغير خالص والطفل هيرجع يلبس نظاره وقد يكون الحول يرجع تاني ويبقى اكتر من الاول. ثانيا احنا عشان نعمل ليزك في فحوصات بنعملها علشان نقول هذه العين ينفع لها ليزك ولا لا. الفحوصات دي صعب تعملها في طفل عنده 6 سنين او 4 سنين او سنتين او 3 سنين، صعب جدا. انت تقيس سمك القرنيه وتشوف التوبوغرافيا بتاعه القرنيه في الاطفال الصغيرين، انا اعتقد ان دي يعني لا يعني ما ينفعش خالص. مفيش ما ينفعش حتى الليزك بنعمله يعني بس عشان ابقى واضح برضو ودقيق في كلامي، بنعمل ليزك في الاطفال في حالات قليله جدا لما يكون في ضعف في عين واحده بس. مقاس على سبيل المثال السادة المشاهدين في عند الأطفال يبقى عنده عين فيها سالب 9 وعين تانية سالب 1، الفرق هنا ضخم جدا لا يمكن تعويضه بالنظارة
وصعب الطفل اللي عنده 8 سنين ده او 6 سنين تلبسه عدسات لاصقه في العين الضعيفه، فاحنا بهذه الحاله بنعمل ليزك او ساعات بنعمل زرع عدسات. ده الحاله الوحيده اللي ممكن تتدخل جراحيا او بالليزر في وجود حول عند طفل، عشان في فرق كبير في المقاسات ما بين العين اليمين والعين الشمال. لكن طفل عنده عينين الاثنين، عنده ضعف نظر وبيلبس نظاره وعنده حول، اقول له هعمل لك ليزك عشان اضيع الحول؟ لا، ده كلام غير علمي بالمره، واعتقد ان دي يعني سلبي جدا 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 للطفل. ضيف العزيز الاستاذ الدكتور احمد عساف كان في الدكتور، خليكم دايما مع الدكتور. اهلا بكم. من المناطق في الجسم التي لا يعرف عنها الكثيرون معلومات دقيقه، يتاخر الكثيرون في الذهاب الى الاستشاره الطبيه المتعلقه بها، ويرعى بالكثيرون في اي مرض او في اي ذكر ليها عندما تتعلق بامراض خبيثه، البروستاتا. البروستاتا محدش كتير يعرف عنها حاجه، كتير من الرجال مش مذاكر فين موقعها، مش عارف اعراضها فين. البروستاتا من ناحيه تشريحيه يا جماعه لازم تعرفوا موقعها، لازم تعرفوا مكانها بشكل تفصيلي. طبعا الجهاز البولي احنا عارفين الكلى وعارفين الحالب وعارفين المثانه، تمام. انزل بقى كمان وادخل بالظبط ده مكانها تحت المثانه. البروستاتا تقع تحت المثانه مباشره، والمثانه البوليه ليها علاقه طبعا بالبروستاتا، لانه ويقع خلف البروستاتا الركتم اللي هو الركتم اللي هو المستقيم، ويخرج من البروستاتا من عمق البروستاتا. وطبعا في عضلات مهمه جدا تلعب دور مهم تحت البروستاتا. البروستاتا هذه الغده الغريبه اللي مشاكلها قد تكون مثيره جدا للاستغراب، وايضا اعراضها يعني اعراض مزعجه للغايه. هي غده مرضيه، او عندما تمرض ويحدث فيها مرض تضخم ورم، اعراض مزعجه للغايه قد تصل الى الفشل الكلوي. الورم فيها مشكله، لانه كان زمان اورام البروستاتا دي كانت بتقلق جدا جدا المرضى، وكان المرضى بيترعبوا منها بشكل كبير، وكان يتأخر احيانا ان المريض طبعا بسبب ان الاعراض فيك بالنسبه له، هو عنده شويه احتباس في البول، عنده مش عارف ايه، بيروح الحمام كتير، بيتلخبط اعراض تضخم البروستاتا مع اعراض سرطان البروستاتا. كلمه سرطان البروستاتا كلمه مرعبه لاي رجل، وخصوصا عندما يكون هناك تاريخ عائلي في الاسره باورام البروستاتا، لان الرجال اللي مذاكرين شويه معلومات طبيه عارفين انه سرطان البروستاتا في نسبه او يعني الجينات والوراثه فيه تلعب دور كبير. طب اللي يبقى الاكتشاف مبكر، يبقى لازم نكتشف مبكرا، والاكتشاف المبكر ده علم مهم جدا في الطب. النهارده اكيد هنمر بيه، النهارده في واحده من اهم حلقاتنا على الاطلاق، لانها بتتعلق بحاله مرضيه خطيره على الحياه، endanger patient life، ممكن تكون مميتة لكن ممكن تعدي ولا أي حاجة. ضيف العزيز هو رائد قدير من رواد المسالك البولية، بيسعدنا وبيشرفنا جدا، ويعني احنا عندنا ميزة كبيرة جدا على مستوى الإعلام العربي كله انه ضيفي هو أستاذنا الأستاذ الدكتور حسن شاكر. نقدر نقول في العشرين سنة الأخيرة تم استبدال كثير جدا من العمليات الجراحية بمناظير البطن. المناظير لأنها كيان مرتبط بالتكنولوجيا، مرتبط بالهندسة الطبية، فتطورت تطور كبير جدا. ابتدي يبقى التكنولوجيا تقدر إن احنا تخلينا نعمل عمليات مماثلة للعمليات الجراحية ومضاعفات أقل. كلمة الذكية هي مناظير فيها مرونة، فيها تكنولوجيا عالية، أدت إلى أن المناظير فعلا بقت أكثر قدرة، أسهل على الجراح، أسهل على المريض، قللت فقدان الدم. المسالك ناس ما تعرفش تترجم أعراضها، ولذلك المناظير أفادت جدا في اكتشاف كثير من حلول لمشاكل عديدة في المسالك البولية. مصر من أكثر بلاد العالم في التقدم في جراحات المسالك البولية. الأستاذ الدكتور حسن سيد شاكر، أستاذ جراحة المسالك البولية، جامعة عين شمس.
زميل جامعة تورونتو وماكجيل بكندا، عضو جمعيات جراحة المسالك البولية الأمريكية والأوروبية، عضو جمعية التحكم البولي الدولية. ضيف العزيز الرائد القدير الأستاذ دكتور حسن الشاكر، أستاذ جراحات المسالك البولية بكلية الطب جامعة عين شمس، زميل جامعة تورونتو وماكجيل بكندا، وعضو جمعيات جراحات المسالك البولية الأمريكية والأوروبية، الرائد الكبير في عالم المسالك. أهلا بك يا أستاذ. أهلا وسهلا بك. الحقيقة أنا عايز أبدأ الأول بالموضوع المخيف، يعني أورام البروستاتا الخبيثة، هل هي منتشرة؟ هل هي مبكرة السن ولا متأخرة السن؟ هل لازم نقلق منها قوي كده زي ما احنا قلقانين من اول الحلقه كده؟ انا نفسي قلقان، فعايزين نفهم البروستاتا. اورام البروستاتا الخبيثه هي اكثر الاورام انتشارا في الرجال، اكثر الاورام الخبيثه انتشارا في الرجال، او خلينا نقول لان في بعض البلاد زينا ما هيش اكثر الاورام الخبيثه، هي من اكثر الاورام الخبيثه انتشارا في الرجال. وبقى في التوجه ان اورام البروستاتا الخبيثه في بلاد زينا كان بالنسبه لنا زمان قليله، ابتدى يبقى في توجه انها بتزيد. احنا مش عارفين ليه هي بتزيد عندنا في بلد زينا او في المنطقه بتاعتنا، بس قد يكون بسبب تغير طبيعه الحياه. العالم الغربي من زمان جدا وهو عنده انتشار شديد جدا في اورام البروستاتا. في مصر كان بالنسبه لنا اورام البروستاتا قليله، لكن في اخر 10 سنين قد يكون بسبب تغير الستايل بتاع حياتنا ابتدت تنتشر بطريقة كبيرة. هي بتحصل في سن فوق سن 50 سنة عادة، قليل جدا ما تحصل قبل سن 50 سنة في الأربعينات، لكن مع تقدم السن كل ما بتقدم السن كل ما نسبتها بتزيد. كثير جدا من الأورام ديت بتعدي في حياة البني آدم وهي موجودة جواه من غير ما يعرف بوجودها، والمريض يعيش حياته كلها ويتوفى من شيء آخر وجواه ورم بروستاتا. وفي كثير جدا من الأحيان بتبقى نوع شديد النشاط ويظهر جدا في خلال سنة سنتين. فحدوثها طبعا ابتدى يبقى مقلق بسبب زيادة نسبته، وطبعا زي ما احنا قلنا بندور دايما عليه بعد سن 50 سنة. عايز يعني طبقا لكلاسيكياتنا احنا في الانترنال ميديسين اسال حضرتك عن الاسباب، يعني هل في حاجه الراجل بيعملها؟ هل هي المساله وراثيه بحته؟ كلام يعني طبي شويه يخص البطن اكتر من الجراحه. هو احنا ما نعرفش حتى هذه اللحظه ايه اللي بيسبب اورام البروستاتا، ما نعرفش كمان مسببات ليه، يعني مثلا اورام المثانه احنا عارفين مثلا التلوث التدخين بسبب اوران المثانه، لكن البروستاتا ما نعرفش الكلام ده، لكن نعرف انه طبيعه الحياه او الستايل بتاع الحياه مؤثر جدا. يعني مثلا في العالم الغربي زي ما انا قلت عندهم نسبه الاصابه بسرطان البروستاتا اكتر كتير جدا من الشرق الاوسط. فري سيكشوال لايف ما اقدرش، احنا مش عارفين الصراحه. لكن مثلا يعني اليابانيين مثلا عندهم تقريبا الورم دوت يكاد يكون منعدم. اليابانيين اللي هاجروا لامريكا جالهم جدا، فهو اكيد هو مرتبط بطريقه المعيشه. احنا في مصر لان احنا ابتدت في اخر 20 سنة ابتدينا نتشبه جدا بالغرب في طريقه معيشتنا، فابتدت يحصل ان عدد الاورام دي تزيد. فاحنا حقيقه ما نعرفش ايه المسببات، لكن نعرف ان هو ستايل الحياه بيؤثر جدا في حدوثه. الوراثه ليها دور؟ احنا ما شفناش الوراثه ليها دور غير في الناس الافارقه اللي هاجروا امريكا. يعني الافارقه اللي هاجروا امريكا لقينا ان أورام البروستاتا الخبيثة منتشرة في عائلات. فمعنى كده إن أكيد ليه تأثير، إن في تغييرات جينية بتحصل، إن في تأثير وراثي، لكن ما هوش واضح جدا بالنسبة لنا مثلا في مصر أو في بلاد أخرى كتيرة أو في مثلا الجنس القوقازي. فهو يعني ما أقدرش أقول 100% لو حد والده حصل له يبقى هيحصل له، لكن هو على الاقل اللي هم الافارقه اللي هاجروا امريكا هو دوت اللي بيحصل لهم الكلام ده. في واحده من اهم نقاط الحلقه النهارده لانه دي تهمنا جدا، ازاي نكتشف اورام البروستاتا بشكل مبكر؟
الصراحه ده سؤال مهم جدا، وللاسف الاجابه عليه هتحبط ناس كتير جدا. اورام البروستاتا الخبيثه ملهاش اي اعراض، يعني الناس اللي هي بتتكلم عن البول بيبقى ضعيف، بيقوم النوم كتير بالليل، التقطع في البول ده ملهوش علاقه باورام البروستاتا الخبيثه، ده ليه علاقه بالتضخم الحميد البروستاتا اللي بيحصل في نفس السن، وملهوش علاقه باورام البروستاتا الخبيثه. بقول تاني وبكررها، أورام البروستاتا الخبيثة ملهاش أي أعراض إلا لما تتقدم جدا. طب نعرفها إزاي؟ بالفحص الدوري. الفحص الدوري عند الدكتور مفروض إحنا بعد سن 50 سنة لازم من ضمن الفحص الدوري إن الدكتور يروح مرة كل المريض يروح مرة كل سنة للدكتور. الدكتور بيطلب له حاجة من دلالات الأورام اللي هي اسمها PSA. PSA ده هي بتقول لنا إذا كان المريض ده محتاج حاجة أكتر من كده ولا لا، أكتر من مجرد دلالات الأورام دي ولا لا. لو PSA طلع مرتفع، كنا زمان وحتى هذه اللحظة كثير جدا من زماننا لسه بيعملوا الحكاية دي، PSA مرتفع معناها تروح تاخد عينات من البروستاتا. للأسف الكلام ده هو تغير جدا. الجهاز اللي فات ده هو ده كان جهاز رنين مغناطيسي. الرنين المغناطيسي دلوقتي بقينا بنستخدمه استخدام كثير جدا وبقوة في تشخيص أورام البروستاتا مبكرا. يعني مش اي واحد البي اس اي بتاعه مرتفع اخد له عينات، لا، ده انا بروح بعمل له الاول رنين مغناطيسي، ونوع معين جدا من انواع الرنين المغناطيسي اللي هو اسمه مالتي بارامتريك ام ار اي، وللاسف انتشاره محدود جدا لانه هو محتاج خبرات طويله جدا من زمايلنا دكاتره الاشعه. عدد الناس اللي في مصر اللي بيعرفوا يورو كويس قليلين جدا، وفي العالم كله مش في مصر بس. بعد كده هوت بقينا المريض اللي هو بيتشخص او الام ار اي بيقول لي والله ده فيه هنا هوت في بؤره لازم تخاف منها، بنبتدي ناخد له عينات. كان زمان العينات دي عشوائيه، دلوقتي بالجهاز اللي احنا شايفينه ده جهاز الترا ساوند او جهاز موجات فوق صوتيه، بس الجهاز ده هوت فيه حاجه اسمها اندماج الموجات الفوق صوتيه مع الرنين المغناطيسي. يعني باخد السي دي بتاع الرنين المغناطيسي بحطه على الجهاز ده، فلما دكتور الالترا ساوند يشتغل الجهاز بيقول له خد عينه من الحته دي. ورم البروستاتا ده بيبقى جزء صغير جدا من البروستاتا، يعني لو الاوضه ديت كلها اعتبرناها البروستاتا، ورم البروستاتا ممكن يبقى قد الكوبايه دهيت. فلو انا اخدت عينات عشوائيه ممكن المريض جدا يكون عنده ورم خبيث وانا ما عرفتش اجيبه. بالتقنيه الحديثه دهيت خلتني اقدر اخد العينات. فبعد ما بشوف الكلام ده هوت الجهاز ده بيدمج الصورتين على بعض يحطهم فوق بعض، فدكتور الالترا ساوند بيقدر يقول انا هاخد من الحته دي بالظبط. وبقى نسبه التشخيص بدل ما كانت 10 12% بقت 90%. يعني دي الصوره وهي مدمجه. لو بصينا على الصوره اللي تحت اليمين دي بتقول له بالظبط ياخد خد من الحته في الحته دي بالظبط. هتلاقي كمان معلم له في الصورتين اللي هم على الشمال هي دي المنطقه اللي انت خايف منها، هي دي المنطقه اللي انت تشوفها. المنطقه دي هي ما كانتش تبان في الالترا ساوند لوحده عشان كنا بناخد عينات عشوائيه، دلوقتي لما بندمج الصورتين مع بعض بيقول لنا المنطقه دي هي بالظبط، وبيعلمها بدقه شديده جدا، وشوف الابره وهي داخله بتاخد العينه من المنطقه بالظبط. عشان كده هوت بقى الناس بدل ما ناخد عينات ونقول انت ما فاكش حاجه، والراجل يفضل البي اس اي بتاعه يعلى ونجيبه تاني ناخد له عينات تالت ورابع وخامس وانا قلقان من الحكايه دي، لا، دلوقتي بجيبه مره واحده بناخد العينات بتبقى نسبه التشخيص عاليه جدا. عظيم. يبقى احنا مش فهمنا دلوقتي البي اس اي ده اول خطوه، بعد كده الام ار اي، بعد كده نعمل الجهاز الذي يدمج الام ار اي للرنين المغناطيسي بالالترا ساوند الذي يحدد بدقه انا داخل اخد العينه منين بالظبط. دي حاجه رائعه موجود عندنا. موجود عندنا ما شاء الله. لا دي حاجه عظيمه جدا. طيب ايه الاساليب الحديثه دلوقتي في العلاج؟ اللي حصل ده هوت في الالترا ساوند والام ار اي او اللي هو الرنين المغناطيسي غير مفاهيم العلاج تماما. احنا كان عندنا كل العيانين ده هم كنا كلهم لازم نعمل لهم استئصال جذري للبروستاتا لو كان الورم لسه في البروستاتا، لو كان منتشر في جسمه نعمل له علاج هرموني او علاج هرموني مع اشعاعي حسب او في مراحل متاخره او علاج كيماوي. لا دلوقتي بقى الموضوع غير كده، نفهم ان اورام البروستاتا دي مش لازم تبقى في البروستاتا كلها، دي ممكن تبقى في بؤره واحده. فعشان كده هوت ابتدينا نفكر تفكيرات مختلفه. طب لو هي بؤره صغيره، لو بؤره قد الكوبايه دي في الاوضه دي كلها، انا احرق الاوضه كلها ليه او اكسر الاوضه كلها ليه؟ ما احرق الحته دي بس. فابتدى يطلع علاجات جديده، حاجه اسمها العلاج البؤري او العلاج الموضعي، ان المنطقه دي بس هي اللي اخلص عليها.
وهو ده هو بيعتمد جدا على اللي احنا شفناه في الصور قبل كده. العلاج الموضعي او البؤري ده هو الكرتون ده بيوريك ان هو بيتم بالدمج ما بين الصورتين في العيان من غير ما خالص لا افتح ولا اعمل اي حاجه خالص. ده هو انا شايف البروستاتا كويس جدا، ده اللي هو جهاز الالتراساوند وهو داخل عن طريق الشرج بيشوف البروستاتا بيقول له بالظبط ياخد العينات منين، او اسف بيقول له عالج انهي حته بالظبط، معتمد على العينات قبل كده. في اللي عليها السهم دوت اللي في الحته اليمين دي اللي هو الليزر وهو داخل في الحته المعينه دي بالظبط عشان يخلص عليها. طبعا دي العلاج في اوضه العمليات، المريض لا فيه فتح ولا اي حاجه خالص، الجهاز احنا حددنا مكان البؤره بالظبط، هتلاقي فيه كده اللي هو الجهاز بتاع الالترا ساوند اللي بيعمل الدمج على ايدك الشمال، ودي عباره عن نوع الاجهزه وهي داخله على الورم بالذات تخلص عليه وتحرقه تماما او تفنيه تماما. دي الصور اللي احنا بنشوفها بعد ما حصل الدمج ما بين الالترا ساوند والفيوجن او الام ار اي او اللي هو الرنين المغناطيسي، ودي الاماكن اللي انا بعالج فيها بالظبط، يعني هي دي الحته اللي هشتغل فيها، ودي الحته اللي احط فيها الليزر بتاعي او الراديو فريكونسي او الحاجه اللي انا بستخدمها عشان اخلص الحته دي بالظبط. ما بوصل البروستاتا كلها، ما عرضش عيان لعمليه كبيره جدا طالما ان العيان عنده بؤره واحده، فالبؤره ده هيت بقى اقدر ان انا اخلص عليها. زي ما شايف اوضه العمليات رغم ان هي عمليه بسيطه جدا، العيان بيخرج في نفس اليوم، يوميا بالليل بيبقى قاعد في بيته، ولكن التجهيزات بتاعتها مرتفعه جدا، التجهيزات ديت عشان اقدر اوصل للبؤره دي وما غلطش واسيب بؤره تانية، او ما غلطش ان انا اعالج حته مختلفه خالص. لوكاليزيشن يعني ده العلاج الذكي ده، هو مش يعني ده علاج، هو اسمه علاج البؤري لكن جاي من بؤرة يعني. أيوة. لكن انا شايفه ان هو زي يعني الاصدق عليه تعالى العلاج الذكي. صحيح. يعني ده ذكي جدا، بيدخل على المكان اللي فيه الورم بالظبط كده. هو بياخد البؤرة دي بالذات، ويعني زي ما احنا شايفين هنا اهوت دلوقتي، هنلاقيه هو دمج الصورتين، بعدين دخل اهو بالمكان، حط الليزر بالظبط في المكان اللي هيشتغل فيه، اللي هو معلمه من الاول. استاذ دكتور حسن شاكر، استاذ جراحات المسالك البوليه بكليه الطب جامعه عين شمس، وزميل جامعه تورنتو ماكيل بكانت عضو جامعه جراحات المسالك البوليه الامريكيه والاوروبيه والمؤسس لمستشفى شاكر، طبعا المستشفى الشهير، كان ضيفي فيه الدكتور. خليكم دايما مع الدكتور. ضيفي العزيز الخبيره العلميه المتميزه والاسم الجراحي الكبير استاذ دكتور يوسف الحميدي، منورنا يا فندم، وهذه زياره نسعد دائما بها. شكرا جدا. الحقيقه انا عايز ابدا بانه كتير من الناس تتخوف من جراحات العمود الفقري، وتخوفها يعني من القديم منطقي، كان الناس تعتقد انه هعمل عمليه في العمود الفقري هخرج بمشاكل جمه نتيجه التدخلات الكبيره. الان ظهر ترم جراحي ومصطلح طبي مهم جدا اسمه جراحات محدوده التدخل، عايز القي الضوء على المنطقه دي. الحقيقه طبعا في مثل بيقول الحاجه هي ام الاختراع. لما كان العمود الفقري جراحاته صعبة، جراحاته دقيقة جدا، حساسة، النتائج اللي بيطلع بيها المريض كانت دائما بتبقى دون المستوى. هنا يعني انكب البحث العلمي على أشياء كثيرة جدا استحدثت، وعايز أقول إن جراح المخ والأعصاب والعمود الفقري هم أكثر الناس اللي استفادوا من التكنولوجي دي، حقيقة. والمثل الأكبر اللي بسوقه دايما إن احنا أول ناس عملت عملية بريبوت أو الإنسان الآلي، وبنسمى إحنا بنستخدم التقنيات الحديثة دي ليه؟ لتطويع هذا المجال الصعب جدا للخروج بنتائج عالية جدا، ولإجراء عمليات كتير جدا كان من المستحيل إجراءها بالطرق التقليدية. فبالتالي ما بقاش مسموح النهاردة إن إحنا نشتغل بنفس الإسلوب والنظام والطريقة التقليدية. خوف المريض مبرر ويحترم جدا جدا، لأن المريض بيخاف ليه؟ إما إنه شاف مريض عامل عملية والنتيجة وحشة جدا جدا، أو إنه شاف مريض عنده مشكلة في العمود الفقري وتعرض لعجز بعد عملية. والكلام ده موجود في مجتمعنا، ودايما بقول برضو لما بتبقى ماشي في الشارع في 100 واحد ماشي، فيهم 2 عندهم مشكلة شلل أو ضعف أو انحناء أو تقوس أو ظهره تعبه، هتشوف الاثنين دول مش هتشوف 98 واحد. وبالتالي العمليات الناجحة ما بتتشافش قوي، لكن بيتعرف الجراح ده جراح متميز من مرضاه. فدايما بقول للمريض
ما تبصش للأمثلة السيئة، بص للأمثلة الجيدة، وبص للعيانين اللي احنا بنعمل لهم العمليات، بص للطفرة اللي احنا أحدثناها وأدخلناها في مصر من تطور علمي وتكنولوجي ومن تقدم، بص لنتائجنا في العمليات. وعشان كده المريض اللي بيبقى جايين عن طريق مريض عامل عملية هو ده أكثر المرضى اللي بيستفيد، لأنه بيسمع الكلام وبيطبق التعليمات بشكل يعني مثالي. عايز أقرب، يعني إيه محدودية التدخل؟ محدودية التدخل هو أن احنا بنختصر الجراحة الكبيرة جدا اللي كانت فيها حاجات كتير جدا بتدمر التركيب الطبيعي للعمود الفقري، لأن انت عشان تعمل عملية في العمود الفقري وتنجح انت محتاج حاجتين، انك تحقق الأهداف اللي العملية داخلة تعملها. لو انا هشيل غضروف هعمل تثبيت لفقرة، هعمل توسيع للقناة العصبية، هعمل استئصال الورم، محتاج اعمل الحاجات دي كلها من غير ما اغير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري. ومن ثم لما نشوف عملية بالمنظار زي كده، هنا الغضروف اهو احنا دخلنا من الفتحات الطبيعية اللي موجودة بين الفقرات وبعضها بآلة صغيرة جدا، حجمها اقل من حجم العصب بتاعنا الطبيعي اللي هو واحد من الاعصاب اللي بتشكل الضفيرة العصبية اللي عملنا عصب اسمه عرق النسا. ومن ثم لما بندخل من فتحة زي دي طبيعية موجودة، احنا ما شلناش عظم، ما فتحناش حاجة في العمود الفقري، وبالتالي ما احدثناش اي تغير في التركيب الطبيعي للعمود الفقري. هنا تبقى الجراحة محدودة التدخل. محدودة التدخل في كونها لم تحدث اي تغيير في التركيب الطبيعي. كأن عندي غرفة مقفولة وانا دخلت فتحت بالمفتاح ودخلت عملت اللي انا عايزه وقفلت الغرفة بالمفتاح. طب العملية التقليدية كانت عبارة عن ايه؟ ان انا بهد حيطة وادخل عشان اعمل اللي انا عايزه، اهد حيطة وادخل اعمل وارجع بقى ابني الحيطة دي، هبنيها، هل هقدر؟ هل هسيب اثار؟ هل هدمر؟ طبعا. والفرق ما بين الاثنين كبير جدا جدا. هقف قدام نقطه مهمه، الجديد. دايما الجراحات محدوده التدخل فيها جديد طبعا، لان هذا المجال يتطور ويتطور بسرعه، والجراح المواكب للتطور ده بتبقى بالنسبه له الموضوع خطوات. انت خطوه استبدلت بخطوه، بنبني عملية من كذا خطوة بناء على تجارب وخبرات واستحداثات بتطرأ على العمليات. النهاردة مثلا لما بنسوق مثال المريض اللي كان عنده هشاشة في الفقرات واتزحلق في الحمام وقع اتكسر، وبعادة بيبقى سنه كبير، عنده مشاكل في القلب، عنده مشاكل كبيرة، تقدرش تديله حتى إبرة بنج. الفقرة انهارت زي كده نتيجة ان المريض ده عنده هشاشة. هتعمل ايه علشان تعمل عملية وتثبت الفقرة دي؟ معضلة كبيرة جدا. المادة اللي هتثبت بيها هتفلت من مكانها. النهاردة بنعمل ايه؟ زي ما انت شايف كده بندخل ببالونة ننفخ الفقرة، والفراغ اللي اتنفخ ده بنحط فيه مادة اسمنت عصبي بتتصلب في خلال 3 دقائق، بتتحول من سائل الى مادة صلبة. اعدت تكوين الفقرة دون ان تضع مسامير ولا دعامات ولا شريحة ولا ولا ولا. والمريض ده الجميل انه بيعمل العملية دي ببنج موضعي ويقدر يمشي على رجله بعد ما ينزل من على ترابيزة العمليات. فاستبدلت المريض اللي كان هينام في السرير 3 أو 4 شهور ويلبس حزام ويدخل يعمل عملية هتستغرق 3 أو 4 ساعات وممكن يطلع على الرعاية المركزة، بحاجة خطوة بسيطة جدا بمخدر موضعي. هنا الفرق ما بين التكنولوجي ومواكبة التكنولوجي، والفرق ما بين ان احنا نقف عند الحجر الصامت بتاع زمان. طيب وحضرتك بتقول الحكايه دي قدامي قضيه مهمه، القضيه دي عباره عن ثلاث طرق بنشوف احنا في المجتمع الطبي. الثلاث طرق دول كالاتي: في ناس لا تتقن جراحات متقدمه في العمود الفقري ويتقن جزء معين وليكن المنظار مثلا، وبيطوع كل حاجه لهذا المنظار، بيقول ان انا بعمل بيه كل شيء. ده طريق. طريق تاني لا يتقن الحداثة ولا يؤمن بالمنظار وعايز يعمل جراحات بالأسلوب التقليدي. الطريق التالت اللي هو الطريق القويم اللي هو بيتقن المفروض كل حاجة. عايز حضرتك توضح لي القضية دي، المريض يعرف ازاي هو قدام مين؟ هي طبعا أهم شيء في الموضوع منظومة المريض، الطبيب والمستشفى. طبيب من غير مستشفى متطورة متقدمة ولا حاجة. وانت تقدر تعرف ازاي؟ اعرف الدكتور ده بيعمل عملياته فين، ايه المستشفى اللي بيعمل فيها، الامكانات بتاعت المستشفى دي.
كل ما كان الجراح عنده إمكانات وتولز يعني أدوات مساعدة كثيرة جدا، كل ما كان راجل لعيب زي ما بنقول كده، بيستخدم كل الحاجات دي لتطويع العملية. يعني اللي يقدر يستخدم المنظار بطلاقة في العمود الفقري وفي المخ هيقدر يستخدم معاه الميكروسكوب، هيقدر يستخدم تقنيات الليزر، هيقدر يستخدم الجراحات الملاحية. كل ده احنا بنتكلم عن حاجة واحدة الأساس فيها ان انا يبقى عندي إمكانات أقدر أطوعها للعملية الجراحية. ببقى عامل بالظبط زي مصمم الأزياء، انا هفصل فستان، بلوزة، قميص بشكل كويس جدا يتناسب مع طول ووزن المريض واحتياجاته والفاشن والموضة. هو ده الفرق ما بين واحد حديث وفرق ما بين واحد تقليدي. ده الفرق ما بين واحد الناس بتاخد تجاربه وشغله وتعممها وتعمل زيها، ما انت مصمم الأزياء لما بيعمل قطعة واحدة بتتقلد وبيتعمل زيها كتير جدا. النهاردة الجراح المتميز بيتقلد، يعني انا تلامذتي يجي يقولوا لي فلان بيعمل، فلان بيقولوا انه بيعمل زيك، فلان انه بدا يغير في اسلوب جراحته زي ده. حاجه كويسه جدا، حاجه تسعدني ان انا اعمم التجربه المفيده وابقى مثل يحتذى في المجتمع اللي انا فيه. والنهارده لما المريض بطل كتير جدا من المرضى يحتاجوا انهم يسافروا للدول الاوروبيه عشان بقت عندنا التكنولوجي والتقدم ده، وبنشتغل وبنعمل الكلام اللي بيتعمل في أعرق الدول المتقدمة، وبناخد الكلام ده ننافس بيه في المؤتمرات خارج مصر. النهاردة معظم الإخوة العرب استفادوا كتير جدا من وجود التقنيات دي في مصر. هل السؤال بقى يعني برضو العلمي، هل هناك جراحات ما ينفعهاش، حالات ما ينفعهاش جراحة محدود التدخل؟ المفهوم لا يعمم، لكن المفهوم يطبق، بمعنى ان انا ممكن العملية ككل ما تبقاش كلها محدودة التدخل، لكن عندي خطوات لازم تبقى محدودة التدخل. الاسلوب والطريقة بتاع الانسان اللي بيستخدم التقنيات الحديثة بيفيد المريض، ان ما فادوش في العملية ككل بيفيده في خطوة في خطوتين. وزي ما بقول دايما احنا دي كلها عندنا ادوات مساعدة. انا هستخدم ايه؟ المريض بتاعي محتاج ايه؟ لو المريض بتاعي محتاج كل الحاجات دي مع بعض اعملها له، ليه لا؟ ده كده احنا مثلا في فيديو ازاي بندخل بالمنظار، لان برضو بعض الناس بيصعب عليها تفهم فكرة انه يدخل عملية غضروف بالمنظار. هو مش عارف يعني ايه غضروف، مش عارف مكان الغضروف شكله ايه، وضعه شكله ايه يعني، وعلشان يجي الاستاذ كبير يشرح له ممكن يبقى صعب عليه. فاحنا بنسهل على الناس، ده الغضروف اللي موجود ما بين الفقرات احنا بنشيله قطعة قطعة زي ما انت شايف كده. بعد ما بنشيل الغضروف ده بنقدر نحط مكان هذا الغضروف وسيلة يقدر المريض ده يعتمد عليها في حياته. الوسيلة دي بترجع الفقرات إلى مش هنقول سابق عهدها قبل الإصابة بالانزلاق الغضروفي، ولكن بتبقى وسيلة استعاضية. الدعامة دي أهو بنحطها ما بين الفقرات عشان تحفظ المسافة ما بين الفقرات إلى الوضع الطبيعي، والجسم يبدأ يعمل حركة محاكية أو مشابهة للحركة الطبيعية اللي بيعملها الغضروف الطبيعي قبل ما يحصل فيه انزلاق. ودعمنا بدأ بدعامات ومسامير من الخلف، مسامير متحركة ما هياش استاتيك، يعني تقدر المريض ده يقدر يتحرك نوعا من الحركة الغير ضارة، يعني هيتحرك، هيقدر يوطي، هيقدر يصلي، هيقدر يسوق، هيقدر يتعامل، حتى لو بيلعب كرة ممكن ينزل يلعب كرة بهذا الشكل. ما بقيناش عندنا مريض فقط حاجة مهمة جدا، وهو ده المفهوم. المفهوم ان كل حاجة عندنا ربنا عملها لنا غالية جدا، قد ما نقدر نحافظ عليها بنحافظ عليها. هنا مفهوم الجراحة محدودة التدخل. محدودة التدخل الناس بتفهمها، وبعض الناس المعادية للحديث، ما في ناس ما بتعرفش تعمل وما عندهاش امكانات، وهو كل اللي يمتلكه شقة وبيقعد المريض يتكلم ويعمل وبيروح في اي مستشفى على القد عشان يوفر في الفلوس، فيقول للمريض لا ده المنظار مش هينفع يعمل لك، ده اصل الجراحه محدوده التدخل محدوده، يعني مش هتعمل كل الخطوات. بالعكس، دي بتعمل الاكتر من الجراحه العاديه، يعني الخطوات كلها بتتعمل دون ان نحدث اي عطب او تلف في العمود الفقري. هرجع للنقطه المهمه بقى، لنقطه الربكه بين عند الناس في انهم ما بيعرفوش يفرقوا بين محدوده التدخل والجراحه الملاحيه. يعني دي بقى حاجه محتاجين نفهمها للمرضى، لانه اكيد كتير منهم هيجي نكلمه عن محدوده التدخل ويقول يعني حضرتك تعمل لي جراحه ملاحيه او العكس.
في معظم الجراحات محدودة التدخل احنا بنحتاج تقنية الجراحة الملاحية في المعظم ان لم يكن الاغلب او الكل. ليه؟ الجراحة الملاحية دي هي عبارة عن ايه؟ زي ما شرحت قبل كده، هو لو انت عندك العربية فيها جهاز تتبع ما يسمى بالنافيجيتور، وانت بايدك زرار تدوس عليه تشغله وانت طالع رايح مشوارك، هتشغله ولا مش هتشغله؟ اكيد هتشغله، خصوصا لو كان الجهاز ده بيديك احداثات الطريق، الخريطة، بيديك المرور شكله ايه في المكان ده وشكله ايه في المكان ده، بيديك هتقدر توصل للمكان بتاعك في وقت قد ايه، ولو هتتأخر هتتأخر فين بالظبط. وبالتالي انت معاك الامكانات دي، لو انت ما بتستخدمهاش يبقى انت بتضيع فرصة على المريض بتاعك جميلة جدا. بالتالي لما احب اعمل جراحة محدودة التدخل، يا حبذا لو انا بستخدم الجراحة الملاحية، الا في حاجات بسيطة جدا. لو انا بعمل تسليك عصب هستخدم المنظار بس، لو انا بعمل يعني حاجة بسيطة جدا في فقرة ممكن استخدم المنظار فقط دون الاحتياج الى الجراحة الملاحية. زي ما بقول، هي برضو امكانات. احنا هنا بنعمل استئصال غضروب بالمنظار، لو انا معايا الجراحة الملاحية بتطبق لي الصورة الواقعية الحالية اللي انا شغال فيها على صورة الاشعة بتاعت المريض، هتفيدني في ايه؟ ان انا اتأكد تماما ان انا شلت الغضروب بالكامل، لم اترك اي شيء، واتأكد تماما ان انا عندي فرق ما بين العملية اللي عملتها، نتيجة العملية هتبلي في وقتها ان هيبلي شكل وتركيبة العمود الفقري بعد استئصال الغضروف وشكله قبل ما استأصل الغضروف، وهقدر اعرف الفرق ما بين الاتنين وانا موجود والمريض معايا في ترابيزة العمليات، يبقى بالتالي كأني عملت اشعة للمريض ده اتأكد منها ان انا عملت اللازم في العملية بتاعتي. هنا سؤال ذكي، الانزلاق الغضروفي عموما العنقي تحديدا في السؤال، هل لابد ان كل انزلاق غضروفي يعالج بالجراحة؟ لا طبعا، احنا 85% من الحالات ما بتحتاجش جراحة. بس فين بقى المريض اللي بيجي لك بدري؟ المشكلة دي في ملعب المريض، اتأخر على ما يجي، قعد لحد ما حصلت مضاعفات، قعد لما بقت فيه مشاكل، او بيروح لدكتور غير متخصص، او بيروح لدكتور ويكتفي بروجيتة علاج او مسكنات وما بيعملش اشعات تقول احنا عندنا ايه فنقدر نعالجه في مرحلة مبكرة. لكن عندما يتم تشخيص الغضروف كمرحلة اولى، 80-85% بيتم علاجه علاج تحفظي. طب المريض اللي جه بعد المشكلة دي ما حصلت، بعد بقى فيه مضاعفات، تنميل في الايدين، الم بطولة الذراع، تنميل في الرجلين، ضعف في عضلة، ايده بتترعش لما يمسك الكوباية، بدأ يحس ان رجله بتخس لما بيلبس الشراب، يلاقي فرق ما بين الرجل دي والرجل دي، او في ايده يحس ان في ايد اضعف من التانية، في الم بدأ يجي بين الكتفين، هنا بقى انت مش هتعمل اشعة هتلاقي غضروف طالع ضاغط على الحبل الشوكي. مشكلة الغضروف العنقي ان في حبل شوكي عصبي هو وصلة الحياة ما بين المخ وما بين الجسم كله، في كل الاعصاب بتاعت كل حاجه. وواحد يجي يقول لي يا دكتور انا عندي تنميل في رجلي، اقول له في غضروف عنقي بعد التشخيص والاشعات. معقوله هو الغضروف العنقي يعمل تنميل في الرجل؟ ايه جاب الرجل للرقبه؟ الناس بتنسى ان ده العضو الاساسي اللي جايب كل الهمزه الوصل ما بين المخ والجسم هو الحبل الشوكي العصبي، بيمر في الفقرات العنقيه. الكلام بقى النهارده في الجراحات محدوده التدخل، الجراحه الملاحيه، الجراحه بالميكروسكوب، الجراحه بالمنظار، خلت عمليات الانزلاق الغضروفي العنقي حاجة جميلة جدا جدا، وخصوصا لما كمان بيبقى المريض جاي في وقت مبكر ونقدر نشيل غضروف ونحط غضروف صناعي. فهرس رائع وأداء متميز للغاية، وأسعدتني سعادة كبيرة. شكرا جزيلا. متشكرين على الزيارة دكتور. شكرا دكتور. ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور يوسف الحميري، كان في الدكتور خليكم دايما معنا.